الأرض عدلا وأمنا. بسم الله الهادي للحق وعليه توكلنا. هذه سيداتي وسادتي حلقة جديدة في برنامج مواجهات، يسعدني فيها أن أستضيف شاعر الشعب المصري أحمد فؤاد نجم الشهير بيننا باسم أبو النجوم. وأحب في البداية أن تشتركوا معي في تصور هذه الحلقة، فهذا الرجل ذو الجلباب البسيط هو أعظم شاعر عرفته مصر. إنه رمز وأسطورة وحكمة وفكرة، ومع هذا فقد ذهبت إليه بنفسي لأن أحدا لا يستطيع أن يصل إليه. إنني قادم الآن توا من جبل المقطم، وهو جبل جيري قميء يغرق القاهرة بآلاف الأطنان من ترابه كل يوم، ولا يمكن الصعود إلى هذا الجبل إلا بوسيلة مواصلات قوية حديثة. وفي قاع هذا الجبل هناك شارع طويل طويل اسمه شارع 9، وفي نهايته تماما تقوم مجموعة من البيوت المتشابهة تسمى بمساكن الزلزال. وهذه المساكن تقوم وسط سوق شعبي عشوائي يختلط فيه البشر بالدواب والخضار بالتراب. وهناك في منطقة تسمى أطلس دخلت بيتا بلا أبواب، حيث صعدت إلى آخر دور فيه، وبعد نهاية طوابق البيت كان هناك سلم خشبي طويل صعدت إليه بحذر شديد حتى لا تنكسر رقبتي. وفي نهاية السلم كانت هناك قوة صغيرة تؤدي بنا إلى السطوح، سطوح البيت. وفوق السطح كان ثمة حجرة بسيطة فيها كنبة ولحاف مفروش على الأرض، وكان هناك شاعري وأستاذي أبو النجوم الذي تعرفه الدنيا كلها باسم أحمد فؤاد نجم. نعم، هنا كان الشاعر الذي استعصى على الحكومات والأنظمة والأجهزة جميعا، وقال لا لعبد الناصر، وقال لا للسادات، وما زال يقولها حتى الآن. هذا هو الشاعر الفنان الذي يوصف بأنه يستعصي على البيع وعلى الشراء لسبب بسيط، هو أن ثمنه غال جدا، أثمن من أن يباع أو يشترى. ولهذا لم يكن غريبا أن يجلس أبو النجوم فوق السطوح، فهذا هو الرجل في موقعه بحق، قريبا من النجوم التي يكاد يمسكها بيده. ومع هذا فإن علي الآن أن أواجه هذا الرجل، فهل تأذن لي يا سيدي ولك الفضل؟ تفضل سيادتك، مشكورا. أيوة. أريد أن أصارحك بأنني أريد أن أهاجمك. تفضل. ولعلي أنطلق من هذا الهجوم من فكرة بسيطة، هي أنك تهاجم كل الناس كل الوقت، لم يسلم أحد منك، فلا أقل من أن يهاجمك واحد قط أو اثنين. أيوة. لماذا تلبس هذا الجلباب البسيط؟ لماذا تسكن فوق السطوح؟ أنت تكتب شعرا منذ 50 سنة، وأنت شاعر كبير وتستطيع أن تكسب الملايين، ولا أعرف إن كنت قد كسبت شيئا منها أم لا، لماذا تصر على أن تضع نفسك في هذا الإطار الذي يبدو دون مكانتك بكثير، أقل من حجمك بكثير؟ لماذا يا سيدي؟
لاني بعرف اتنفس، اقدر اتنفس في وسط الناس هوا نظيف. هو ملوث بالاتربه بس مش ملوث لا بالدناءه ولا بالخسه ولا بالهور. انا بتنفس في وسط الناس مستريح، والجلابيه دي لبس ابويا وامي وانا برتاح فيها الحقيقه. يعني انا بدات اكتشف ان كان عندهم بعد نظر، ان انا لما بلبس البنطلون يا محمد بحس ان انا متعبي في شوال معبيني وماشي بقى ومنظري بيبقى نكته، انما الجلابيه براح. يعني ما هو السجون في الحياه كتير، يعني لو نوسع زنزانة الهدوم دي شوية ما يبقى كويس. أنا فاكر النائب العام على أيام السادات كان مقبوض عليا أنا وصفي ناز مراتي، وكانت نوارة بنتي طفلة برا السجن لوحدها، وبعدين هي نزلت من السجن القناطر وأنا نزلت من سجن القلعة عشان نعمل تحقيق في النيابة. فالناس قالوا ايه يعني لازم يشوفوا بعض وبتاع، فجي واحد قال لي ده مدام صفي ناز هنا وبتاع، فكلمنا الله يرحمه مصطفى طاهر رئيس نيابه امن الدوله، فانا لازم اخد اذن من النائب العام. فالراجل مشكورا قال لي اتفضلوا يتقابلوا يشوفوا بعض عندي، يشربوا عندي فنجان قهوه ويشوفوا بعض عندي في مكتب النائب العام. ايوه. فانا لما خشيت قلت له الله انتوا ماسكيننا ليه المره دي؟ انتوا ما بتكتشوش؟ فقال لي والله العظيم انا بحسدك. قلت له بتحسدني على الزنزانه؟ قال لي اه، لانها اوسع من بدله الوظيفه اللي انا لابسها، انا مخنوق بالبدله. بس المساله كده. وانت لا تريد ان تكون مسجونا حتى داخل بدله؟ لا ولا داخل بدله ولا داخل الحلم حتى. ما بحبش السجن. ده في ناس قالوا ده نجم بيحب السجن، انا بتحبس كتير. لقد سجنت على امتداد 35 سنة على الأقل. أموال. وهتخش السجن مش أنت، يعني بعيد عن السامعين الحاضرين، لو خشيت السجن هتلاقيه أحشاء المجتمع، هما نفس الناس اللي بره نفس الناس اللي جوه، بس اللي جوه بيبقوا أصدق أكثر صدقا، وبيبقى فيه إحساس بوحدة الأزمة ده مش موجود بره. يعني الحمد لله. ومع هذا يعني إحساسك بالحرية هذا، هل هو الذي جعل منك واحدا من أعظم شعراء مصر؟ أو فيما يقال أنت أعظم شاعر عرفته مصر. الله. فأين النديم وأين بيرم التونسي وأين فؤاد حداد وأين صلاح جاهين وأين هذا الرعيل العظيم من الشعراء؟ دول أمامنا وأساتذتنا وتاج راسنا. محدش حد بيطلع من فراغ. ما حدش بيطلع منا. عبد الله النديم هو صانع الثوره العرابيه. وانا هقول لك على حاجه، عرابي على عيني وعلى راسي زعيم الثوره، لانه كان لابس بدله كاكي ومعاه مدفع، فده يبقى زعيم زي سعيد صالح كده او زي عادل امام، بيبقى زعيم في المشاغبين. انما لما جت المحكمه العسكريه الانجليزيه تصدر احكامها على الثوار، النديم فقط هو اللي خد اعدام، كلهم خدوا سجن او نفي، هو الوحيد اللي خد اعدام. لان القاضي فاهم ده بيعمل ايه. النديم ده حاجه، ده النديم ده كان قد 20 حزب. ده عمل بلاوي سودة في 5-6 سنين في مصر، وجمعيات خيريه وتنظيمات ومدارس، و طرح قضيه الاستقلال وقضية التنمية وقضية التطور ده راجل متقدم على زمنه. يكفي أن الشعب المصري أخفاه بين جوانحه 10 سنوات كاملة. ولم يجرؤ فلاح واحد على أن يسلمه مقابل 5000 جنيه ذهبا رصدتها الحكومة البريطانية يومئذ لمن يدل عليه. عارف الخمس آلاف جنيه ذهب دول يجيبوا إيه دلوقتي؟ يجيبوا بير بترول، بير نفط كاملة. ومع هذا لم يسلموا فيها. لا ما ينفعش. طب إذا كان الشعر بهذه القيمة، فما حقيقة ما يقال وأنت في النهاية في التصنيف الأول والأخير أنت شاعر؟ ولن تكون إلا شاعرا. ما حقيقة ما يقال من أن أحمد فؤاد نجم، واعذرني، لم يعد يكتب شعرا؟
هل صحيح أنك لم تعد تكتب شعرا؟ مفيش حاجة اسمها كده خالص. مفيش شاعر شغاله بحنفية أو بزرار، ما ينفعش الكلام ده خالص. الشعر ده ضرورة، الشعر ده إفراز الشعر عملية بيولوجية زي الأكل والتنفس ما كانش موجود. أنا ما بعرفش أفتعل خالص، لأن أنا بقول الكلمة الرصاصة، الكلمة البندقية، لأني أما بكتب بناقش قضية تهمني زي ما بتهم الناس، لأن أنا جزء من الناس. يعني أنا مش قاعد كده في شرفة بقول الله الشعب المصري جميل، ما اكتب عنه ده جميلة والله، ده بيستحمل الجوع ولا لا. أنا بعاني من ده، أنا عايش مع الناس في قلب الناس. أنت مش ملاحظ كمان إن النكتة المصرية توقفت؟ نعم. أيوة. ما التفسير؟ إحنا في حالة شحن. إحنا الشعب المصري بيشحن زي البطارية، لأن الموجود ده مدهش وغريب وبيتهيألي مش كفاية فيه نكت، مش كفاية فيه شعر، لأن الموجود ده مهين جدا. واللصوص دلوقتي بقوا زي ما بيقول المثل الشعبي، يقول لك الحرامي بيقول لصاحب البيت بخ، هم دلوقتي بيقولوا بخ، يعني بيسرقونا علني بيقولوا لنا بخ، ومفيش حياء ومفيش خوف. واحنا عندنا هنا في مصر البلد بتتباع حته حته، اللي فاضل بتهيألي الميلامين والشوك والمعالق بس، دول اللي فاضلين هيبقوه، انما كل حاجه بتتباع. اللي احنا مقدمين عليه ده لا يعلمه الا الله، انما انا متاكد ان الصدام قادم. ما ينفعش المسائل ما تمشيش كده على طول، ما ينفعش، لازم هيحصل رد فعل، والرد فعل مروع، ربنا ينجي مصر منه، لان اللي بيحصل ده شيء جنوني، واللي راكبين على ظهور الناس ما عندهمش دم، يعني ما بيختشوش. يعني كان زمان انا ما انا شفت الاقطاع، ما كان الباشا الاقطاعي برضه لما في العيد بيبعت لنا حته الايه، يذبح 3-4 خرفان ويفرق، دول بياكلوا العظم يعني، انا شوف ان دول شبع بعد جوع. الامام علي له مقوله جميله خالص، يقول اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت، فان الخير باق فيها، ولا تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت فان الشح باق فيها. هم دول الشح اللي ماسكين مقدرات الامه دي، شويه لصوص بس، لصوص جعانين يعني، سهرانين، عندهم سهره. هذا هو الذي يتحدث عنه الناس تحت لافتة الفساد. أيوة. لماذا لم تكتب عن هذا الفساد وأنت تتحسس نبض الشعب المصري يوما بيوم؟ أنا هقول لك على نكتة. يقول لك واحد ماشي في الشارع بيفرق ورق أبيض، فمسكوه قالوا له إيه ده؟ قال له منشورات. قال له بس أنت مش كاتب فيها حاجة. قال له هكتب إيه ولا إيه يا أولاد الله؟ هتكتب ايه؟ تعالى اطلع من اول ما تنزل من بيتك تشم ريحه الفساد، ده اذا كانش موجود في البيت. اذا كان بيتك لسه زي ما هو بيت مصري هيبقى ما فيش فساد، بس من اول ما تطلع على طول هتشم ريحه الفساد في كل مكان، وتشم ريحه اللامبالاه، ما حدش مبالي بحاجه. عشان كده خنزير زي براك ده يتقال له خلى لك الجو في افريقي وبيضي، بيعمل اللي هو عايزه ومحدش بيتكلم، وهو عارف ان العرب دول مجموعه اصفار، هم بيقولوا كده. يعني ايه 400 مليون؟ 400 مليون صفر، ما دام احنا لا بنتحرك ولا بنتكلم ولا بنتكلم ولا عندنا قيادات محترمه. طب هو ابو عمار ده تمن عشرات الالاف من الشهداء انه يقعد يعمل عمده في غزه؟ هي دي كامل التراب الفلسطيني؟ مش دي ماساه؟ وخد بقى زي ما انت شوف. هل هذه الصوره القاتمه تؤدي بشاعر في حجم احمد فؤاد نجم تعود ان يقول لا طول الوقت الا يكتب شعرا؟ لا انا مش انا ما بطلت الشعر. ف
فلماذا لا يصل هذا الشعر الى الناس الان؟ لا، هو لما يكتب هيوصل بطريق او باخر. مش هيوصل زي ما كان بيوصل على جناح الحان وصوت الشيخ امام الله يرحمه. هيوصل بشكل اخر مختلف. يعني انا برضو مثلا جيت في فتره اتجهت للمسرح، كتبت كذا نص مسرحي وتعرضوا بنجاح، والناس استقبلوهم كويس جدا جدا. لكن اللي جاي ده بيتهيألي عايز شكل جديد من فن المقاومه. شكل جديد انا لغايه دلوقتي ما عرفتوش هو ايه. هل غياب الشيخ امام هو السبب المباشر او غير المباشر في عدم وصول شعر احمد فؤاد نجم الان بالدرجه الكافيه؟ هو جزء مش سبب، هو جزء من مجموعه اسباب طبعا. يعني فلماذا انفصلتما إذن؟ كيف تعرفتما اولا ولماذا انفصلتما وقد كنتما معا اجمل ثنائي في مصر طوال الستينات والسبعينات؟ هو انا اللي عرفني بالشيخ امام صديقنا الاستاذ سعد الموجي. ابن حوش ادم، وحصل لقاء في 62، كان في يوليو تقريبا، وانا سمعت الشيخ امام وهو بيأدي الحان الملحنين الكبار الشيخ زكريا والصنباطي والعصبجي وعبد الوهاب، بس وانا بسمعه حسيت يا محمد انه يعني انا ببقى حافظ اللحن الاساسي. اقول له مثلا سمعني الغدوه الفلانيه فيقولها، لكن يضيف من عنده على اللحن الاساسي. طيب ممكن دي تبقى من خلال التجربه وبتاع، وحط لو قال اللحن ده تاني بعد 3 ايام يعمل اضافه جديده غير اللي انا سمعتها. فقلت له الله، انت ما بتلحنش ليه؟ فقال لي والله مش لاقي كلام محترم. فمحمد علي قال له محترم يعني لابس عمه مثلا؟ فقلت له انا اديك كلام. اديته كلام خايب كده، كانوا طنطنوا له في الاعلام على انه نص هتغنيه ام كلثوم من الحان بليغ حمدي ومن اشعارك. وخلاص وسبته لغايه ما جينا كنا بنتعشى عند في بيت الشيخ عند الاستاذ سعد الموجي، وبعدين سعد قال كلنا في اشتياق لرؤيه الاحتضان المولود الجديد المشترك بين الشيخ امام ونجم. فهو قال لي معلش انا وحش وبتاع. قلت له ليه؟ قال لي ما عملتش الكلام. قلت له قطعه وارميه، انا اكتب لك كلام. فلقيت سعد راح فاتح شنطته ومديني ورق، فرحت ماسك القلم وكاتب انا توب عن حبك، انا ليا في بعدك هنا، ده انا بترجاك الله يجازيك، يا شاغلني معاك وشغلني عليك، وإن غبت سنة أنا برضو أنا لا أقدر أنساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك أنا. وقعدت متلحنة في نفس القعدة وقعدنا نغني فيها للصبح، وبدأنا يعني نشتغل مع بعض أنا والشيخ إمام. وبعدين كان تعرفي على شلة روز اليوسف، وبالتحديد الفنان المصري العظيم حجاز الرسام، كان نقله في حياتي. لانه انا كنت يعني اسمع ان بيرم التونسي شاعر الشعب، لكن ما انا اسمع له شمس الاصيل وحلوه وتعجبني، واسمع له حبيب قلبي وفاني في معاده، واسمع له عزيزه ويونس، لكن الشعر بيرم السياسي ما كنتش قريته، عشان كده ما كنتش عارف حجم بيرم قد ايه. فحجازي قال لي مره، قال لي انت قريت بيرم؟ قلت له ما عجبنيش. فبص لي كده وضحك وقال لي طيب. نزلنا من روز اليوسف رحنا على عنده البيت اتغدينا، واحنا خارجين لقيته بيديني دواوين بيرم وبيديها لي وبيضحك، قال لي خد اقراها تاني. فبدات اقرا بقى، فاكتشفت ان الشعر الوظيفه تانية خالص غير الاهات ووجع المصارين ونجوم الظهر ونجوم الليل، في حاجات تانية خالص. واكتشفت ان بيرم التونسي مش شاعر،
فقط، ده فيلسوف ومعلم وقائد سياسي وعاشق صبابة يا عيني. امال ايه؟ عاشق عاشق ابن كلب بيرم، ده ملوش قد في العشق خالص. يقول يا مصر هجرك يكفاني، يا عاملة أمع ونسياني، ده يوم ما هرجع لك تاني هتبقى راجعة برسمالها. قالوا اللي يشرب من نيلك لابد يرجع ويجيلك، وانا اللي عطشان في سبيلك. الدنيا ايه اللي جرالها؟ الله امال الله. معي اذا اذنت لي مشاهد كريم من محبيك، هو الاستاذ احمد من جنوب افريقيا. اهلا وسهلا. فانظر اين يجلس مشاهدوك الان. تفضل استاذ احمد. الو الو تفضل. اهلا وسهلا. الو الو اهلا وسهلا. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك يا استاذ تفضل. احنا عايزين الاستاذ ناجم يحكي لنا شويه بقى على عبد الحليم حافظ. ارجوك اخفض صوت التلفزيون قليلا، ارجو ان تخفض صوت التلفزيون قليلا لاسمعك بوضوح. ماشي سعادة الباشا اتفضل. على كل حال احنا عايزين الاستاذ نجم يحكي لنا شويه بقى على التاريخ العظيم. اتفضل. وايام الدكتور هشام عيسى والكلام الحلو بتاعه اللي كان بيطلع بالليل، لان انا سمعته. الو يبدو أن الاتصال لم يكتمل، ولكنه على كل حال يذكرك بمرحلة مضت من مراحل الستينات، لعلنا نصل إليها إن شاء الله تعالى. لماذا إذن تركت الشيخ إمام أو انفصل هذا الثنائي الجميل بعد أن بدأ يلعب دوره الرائع طوال الستينات والسبعينات؟ ماذا حدث؟ أنا ما سبتش الشيخ إمام، أنا ما سبتوش لغاية دلوقتي. هو الراجل الشيخ إمام كان راجل طيب، أنت عارفه شخصيا. طبعا. وكان كبر والفقر وحش، الجوع وحش، جوع كافر. فهم بعض الناس قالوا له ارمي دماغك بقى انت والنجم ده وخد لك قرشين هبره هي. والناس دول موجودين دلوقتي وفي مقاعد سلطه وحاجات كده. طب انا بسالهم سؤال، هم وقال لي هو قال لي يا اخي الموظف بيطلع المعاش، قلت له خلاص يا امام انت حر. بس قلت له ما تخلوش يضحكوا عليك في الفلوس، بدل ما هتاخد فلوس خد حقك، انت ليك كتير. انا عايز اعرف الفلوس هم ادوله فلوس ولا ما ادولوش فلوس. ايوه. لان الشيخ امام لما مات انا اللي كفنته وشلته. فين بقى الفلوس اللي ادوها له؟ انا مش فاهم. يا رب يكون حد فيهم سامعني يقول لنا فين الفلوس، عشان برضو نرش رشه جريئه كده في العيد. هذا يعني يا سيدي إذا كان قد تم استمالة الشيخ إمام، هذا يعني تأكيد المقولة التي تقال دائما من أن أحمد فؤاد نجم يلعب طول الوقت خارج المؤسسة. أنا أريد أن أعرف ما هي هذه المؤسسة التي تلعب خارجها، ولماذا تصر دائما على أن تكون خارج الحلبة؟ ما هي الحكاية؟ لماذا؟ لأن أنت المؤسسة دي اللي هي الدولة. وانت حضرتك لو جبتها من المحيط للخليج مش هتلاقي دولة نظيفة. الدولة دي لما تمشي انت توصل للناس من خلال جهاز الاعلام بتاعها هتعمل حاجة من الاتنين، يا يكتموك يا تقول لهم عايزينه. وفي تجربة انت كنت معاصر لها، تجربتنا مع التلفزيون والاذاعة المصرية في 68 اللي ادت بينا الى المعتقل، لان احنا رفضنا ان يتقال لنا كلام. يعني انت ما انا مندهش الحقيقه، احنا عندنا في وطننا العربي السعيد ده يقول لك رقيب على المصنف. رقيب ازاي يعني؟ يعني الراجل الفنان ده يقعد يعاني لغايه ما يولد، وتيجي انت تشله دي وتشله دي وتشله دي، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ مقص دار يعني؟ يعني زي ما في رقيب على الفكر ورقيب على القلب ورقيب على العقل ورقيب على الفن، ما هو ده اللي جايبنا ورا. يا اخي ارفعوا ايديهم علينا شويه. انت عارف النكته اللي قال لك كلب بيجري ايام كان ايام عبد الناصر والسنوسي كان في ليبيا، فكلب حاطط ديله بين رجليه وبيجري ورايح على حدود ليبيا.
فواحد بيقول راح فينا فوكس؟ قال له راح، قال له ده عمله ليه؟ قال له لا رايح هوهو. يعني سيبونا نهوهو شويه، يعني مش هيحصل لهم حاجه، هم جلودهم سميكه كمان، ما فيش يعني الكلام مش مفيد. طيب يا سيدي، انت تهوهو منذ 50 سنه، تكتب شعرا بالضبط منذ 50 سنه. ايوه. فقد قرات ديوانك الاول. أيوه. عام 1962. ايوه. وفي خلال هذه 50 سنه عشت منها 35 سنه داخل السجون، ماذا حققت في هذه 50 سنه؟ ماذا هوهوت؟ يعني انا بدون ادعاء تواضع انا راضي عن نفسي وعن ادائي، والحمد لله حب الناس في اي مكان بروحه ده شيء فوق احتمالي. الحقيقه الناس ماخدني في حضنهم، وانا ما عنديش يا بركات دخل لا ثابت ولا متحرك، انا عايش برضو من الناس حتى الان، انا ومراتي وبنتي. عايز ايه تاني؟ مؤسسه ايه؟ مؤسسه اقعد فوق ده؟ هقول لك انا كنت بشتغل في السكه الحديد في الزقازيق، وقعدت 3 سنين كل يوم الصبح اروح الساعه 7 امضي في دفتر الحضور والانصراف، وراجل الرئيس بتاعي قاعد عامل شكل مشلان بتاع الكاوتش كده، راجل تخين قوي كده، ويدي ايديه للعمال يبوسوها وبتاع. وانا ما كنتش حاسبها ان 3 سنين، انا ما جيت في اليوم ده بالذات ودخلت رحت ماسكه من وشه قلت له انت ما بتموتش؟ ما بتعياش؟ كل يوم اجي الاقيك وسبته ومشيت. انا ما طقش، ما اقدرش ابقى ايه زي بندول الساعه رايح جايك، ما اعرفش اعمل كده. لابد ان تكون حرا وجميلا. هل لهذا السبب اخترت موقع المعارضه بحيث تقول لا طول الوقت؟ انت مثلا قلت لا لعبد الناصر. ايوه. في عز مجده. ايوه. وضربت مثلا بفوكس الذي اراد ان يهرب كي يملك حريه الهوهوه. ايوه. هل كنت تعارض عبد الناصر ام تعارض ثوره 23 يوليو؟ لا. انا كنت بعارض الجهاز الحكومي. انا كنت بحب عبد الناصر قوي. كنت مصدقه. وحتى الان انا مش قادر اتخيل انه كان بيضحك علينا. اللي انا متخيله ان هو اندعك عليه معانا، لانه زينا غبي وطيب. وعلى راي صلاح الليسي يقول لك الراجل الاقطاعي بيقول الفلاح كل سنه وانت طيب وعبيط واهبل. احنا كده، احنا طيبين وهبل ودماغنا زي الجزمه القديمه. وعبد الناصر ده افرازنا ابننا. انا كنت احب عبد الناصر، وانا اتربيت وعي السياسي اتربى على خطبه وعلى مقولاته، وانا كنت معاه لان هو كان بيتكلم عني بالنيابه عني انا، لما كان بيقول ارفع راسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد، انا كنت مستعبد، انا كنت بشتغل في غيط عمي اخو ابويا اللي هو سارق الارض مني، وكان مستعبدني بيضربني على ظهري بالكرباج. لما يجي عبد الناصر يقول ارفع راسك يا اخي، ده انا في دي بروحي. وكنت لما اشوف في الشارع، اقصد الشارع اقصد المؤسسات اقصد الجهاز الدوله بيعمل عكس الكلام اللي بيقوله القائد في الخطب. عبد الناصر حكمنا بالخطب 18 سنه، كان يطلع يخطب ما فيش مشكله تتحل بس احنا نرتاح ان هو معانا، وان هو عرف ان في بوظان وان هو هيحل كل حاجه. احنا اتربينا على كده ان عبد الناصر هو السوبرمان اللي يقدر يعمل كل حاجه. وعشان كده حتى بعد الهزيمه، بعد ما وجعنا في مطعنا في قلبنا، الشعب المصري ودعه وداع اسطوري ما حصلش لحد لا قبله ولا هيحصل بعده. لقد كنت إذن مع البطل الشعبي. ايوه. وضد المؤسسه او النظام. ايوه. الذي افرزه هذا البطل. ايوه. اذا اذنت لي عند هذه النقطه ارجو ان اتوقف اللحظات على أن نعود مرة ثانية إلى هذه المواجهة الجميلة مع شاعر مصر أحمد فؤاد نجم، فكونوا معنا ولكم كل الفضل. أهلاً ومرحبا بكم في مسابقة جديدة من مسابقات قناة إقرأ الفضائية، مسابقة شموس وأقمار.
هذه المسابقة تتنوع فيها المعلومات العديدة والله حابين شاركنا و75 دولار في معتصم تحية لك شمس أحمر تأتيكم كل أحد الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت غرينتش، فكونوا معنا. كيف يموت شاب بالمخدرات وأسرته ملتزمة؟ صار كل شيء بالعكس، يعني صار الإسلام شيء مثل يلا. الأهل أهاليهم نفس النص صبايا ما بيسمحوا أبداً إنك تقدر تشوفها في جمعية معينة. لما واحد يمنعك دائماً بدك تفسير إنه ليش منعته أنت، يعني ما بتقدر بتقوله لا هذا ما بتعمله، ليش ما بدي أعمله يعني. أخذوا معاهن الغذاء الروحي هي المجلات الجنسية. الولد ممكن يفلت من أهله لأن فيها حرية كبيرة. المربين الذين يفهمون ويستوعبون قضايا الشباب غائبون. شوية لين من الكبار وشوية لين من الصغار نكون فهمنا يعني بعضنا وقدرنا نعطي حلول. يعني ما بعرف أنا شو ممسوخ عراقي سويدي شو أنا يعني. سلامتك، أنت عراقي ولك أن تفتخر، وأنت مسلم ولك أن تفتخر، وأنت سويدي ولك أن تفتخر. مرة ثانية سيداتي وسادتي مع الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم الشهير باسم أبو النجوم. كنا قد توقفنا يا سيدي عند رأيك الذي قلته في عبد الناصر وفي ثورة يوليو، ويبدو أنني لست وحدي الذي واجهك في هذه الحلقة، ولكن هذا واحد من مشاهديك الكرام أرسل لي هذا الفاكس الجريء وكتب اسمه ورقم تليفون. هذا هو الأخ أحمد حسان الشريف. أحمد حسان الشريف يقول: عزيزي ضيف البرنامج الأستاذ الشاعر أحمد فؤاد نجم، تتحامل وتهاجم القيادات المصرية وتكره ما وصل إليه حال البلاد وأنت مصري، فهل تريد أن تعيش البلاد في هذا القرن المليء بالحداثة في كل شيء في عصر متأخر ومتخلف، أم تساير وتجاري ما حولها من تطور وتحرر للاقتصاد والفكر والعقلية؟ إن الهروب والحقد والإنكار لبلادك ليس هو الحل في أن يصلح ما تراه فسادا. كنا نفضل أن تظل مكانك تنتقد بشعرك ما تراه خطأ، بدلا من أن تستعرض وطنيتك عبر الشاشة وتسيء إلى بلادك التي صنعت منك شاعرا له اسم يظهر في التلفاز ليهاجم نظامها. نصيحتي أن تظل في الشعر طالما أن قدرتكم محدودة في فهم السياسة. وهذا هو الفاكس. الأستاذ أحمد حسان الشريف، يا رب يكون سمعنا. أنت واضح أنك عايز تستعرض برضو عضلاتك. أنت فهمتني إزاي؟ يعني هو دلوقتي الهبش والسرقة اتطوروا ولازم يبقوا بالكمبيوتر برضو، ولا مش فاهم؟ الهروب والحقد والإنكار لبلادك ليس هو الحل في أن يصلح ما تراه فسادا. كنا نفضل أن تظل مكانك منتقدا بشعرك. الله، هو الشعر ده مش كلام؟ وانا ما انتقد بالكلام، ما انتقدش الا بالشعر. يعني الحقيقه انا مش فاهم، هو اخونا ده ما فهمنيش خالص، وياريته يسمع كويس علشان لما يتكلم ابقى عارف انه فاهم انا بقول ايه. يعني يسمع كويس، واضح انه محضر ده قبل الحلقه، يعني هو مستعد عامل كده. لا يا عم احمد، انا لا بستعرض وطنيتي ولا طالب من حد حاجه. الراجل بيسألني وأنا بجاوبه، وأنا مش بهاجم قيادات مصر بس، أنا بهاجم القيادات العربية كلها. بس إذا كان عاجبك حال الأمة دي وأنت مبسوط كده إن عندك إنترنت أو عندك تلفزيون أو دش، الله مبروكين عليك. يعني في حديثك يا سيدي عن عبد الناصر لمحت وكأن مرحلة الشعارات الوطنية الجميلة قد ماتت بموت هذا الرجل. وقد قال لي الفنان السوري الكبير دريد لحام مرة أنه الآن حين يتحدث في مسرحياته عن العروبة وعن الحرية وعن القومية
يضج الناس بالضحك في صالة العرض. هل سقطت مرحلة الشعارات الوطنية؟ هل أصبحت المقولات التي كنا نموت من أجلها موضع تندر وفكاهة وسخرية؟ ماذا يرى أحمد فؤاد نجم من موقع المعارض الذي يقول لا طول الوقت؟ أنا هقول لك حاجة. عشان كده أنا كنت قلت لك من شوية إن أنا مش قادر أصدق إن عبد الناصر خدعنا. إحنا وقعنا في مؤامرة، وإذا ما كانش عدوان 67 ده مؤامرة على الأمة العربية كلها. أيوة. وعلى المشروع العربي كله، وإذا ما كانش اللي إحنا فيه ده نتيجة مؤامرة، نبقى إحنا أمة لا تستحق الحياة، نتحول لهنود حمر بقى. إحنا واقعين في مؤامرة. في ناس بتقول لك دلوقتي يا ريتنا كنا مشينا ورا السادات، مش أنت بتسمع الكلام ده؟ وهناك الآن توجه كامل لرد الاعتبار للرئيس السادات باعتباره كان سابقا لعصر وكان يملك خيالا سياسيا سعى به نحو السلام. والله أنا هو فين السلام؟ واللي بيحصل في بيروت ده سلام؟ سلام إيه يا عم؟ سلام مربع؟ سلام إيه؟ اللي حصل ده فيه سلام؟ اللي بيعملوه اليهود ده سلام؟ سلام إيه؟ الأطفال في بيروت كل يوم بالعشرات بيموتوا تحت القصف الإسرائيلي، ده بتسموه سلام؟ أنا مندهش. هل سقطت مرحلة الشعارات الوطنية؟ هل انتهت؟ هي مرحلة عدت، إنما في مرحلة جاية. في مرحلة جاية هتخلي الناس اللي بيقولوا نرد للرئيس السادات اعتباره يرجعوا في الكلام ده ويلحسوه. مرحلة قادمة، والشعب العربي مش هيستمر في تحمل هذا الضيم وهذه الإهانات المتوالية من حكامه ومن أعدائه. كل شيء له نهاية. دي مرحلة خلاص عدت، احنا داخلين على مرحلة الشعوب ما بتموتش، صدقني الشعوب ما بتموتش. شوف انت مصر دي فات عليها كام غمة زي اللي احنا فيها دي، كام ألف غمة ومشت ونزاعت، وفضل الفلاح المصري زي ما هو يزرع الأرض ويخضر ويصطاد السمك من النيل ويقول المواويل. الله. معي واحد من مشاهديك الكرام، هو الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية، تفضل يا سيدي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك يا أستاذ بركات، ونتمنى دائما يكونوا ضيوفك من عينة الأستاذ أحمد فؤاد نجم، من الناس المكافحين والناس العصاميين. أشكرك يا أخونا العزيز. وإحنا صراحة يعني نحب يكونوا من عينة الأستاذ، ما نحب يكونوا ناس من اللي أنت عارف يعني، وبيتكلموا أنهم عصاميين وهم أبعد ما يكون عن العصامية. وبحب أوجه سؤالين ثلاثة للأستاذ أحمد. أنا تحت أمرك، تفضل. أقول ليش بعض الكتاب في مصر اتهموك؟ نعم. بعد عزيمة سورس ماني عارف إيش قريت أنا في الصحافة المصرية أنك تخليت عن بعض المبادئ والقيم. أنا مش سامع. تفضل. وبعدين بسألك ليش أنت، أنا قريت مقابلة مع زوجتك تقريبا الأول الصفينات كاظم أظن اسمها، أنك أنت تخليت عنها وشفت لك وحدة أظن ورحت يعني زي كذا. أيوه. وبعدين بنقول لك نبغى قصتك يعني ومعاناتك يعني ومع ايوه، على اساس احنا نستفيد احنا الشباب الطالع الحين. ونحب نشكرك ونشكر الاستاذ بركات وشاكرين لكم. الله اشكر الاستاذ عبد الله من المملكه العربيه السعوديه، والله انه يثير ثلاثه اسئله هامه. نعم. السؤال الاول حول علاقتك المريبه برجال الاعمال. نعم. والتي تجسدت في هذا الحفل الاسطوري كما كتب عنه، الذي احتفل به المليونير المصري الملياردير المصري. أيوه. ساويرس بعيد ميلادك الـ70. أيوه. مما أثار شبهات كثيرة حول أحمد فؤاد نجم وكتب عنها في الصحف والجرائد والمجلات. يقال الآن أولاد البلد يقولون إن أبو النجوم باع القضية ورمى نفسه في أحضان المليونيرات الجدد، ما حقيقة هذا الأمر؟ والسؤال الثاني، لماذا تخليت عن زوجتك الأولى
السيدة الكاتبة صافيناس كاظم. والسؤال الثالث إنهم يريدون أن يعرفوا قصة حياة أحمد فؤاد نجم بالتفصيل لتكون أمام الأجيال الجديدة نموذجاً وعبرة. ماذا عن شبهة العلاقة بينك وبين رجال الأعمال من المليونيرات الجدد؟ الحقيقة أنت أجبت عن السؤال ده، أنت جيت لي فين؟ أنت جيت جايبني منين دلوقتي؟ جايبك من المقطم، من 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 غرفة فوق السطوح، من مساكن الزلزال، في مساكن الزلزال، في في أخي، في سوق أطلس، أيوة، بالمقطم، أيوة. طيب إزاي يعني أما بعت نفسي لرجال الأعمال مش يبقى أخدت فلوس؟ طب مش هشوف سكن تاني غير ده؟ أنا ما مستعصي على البيع والشراء، محدش هو في بني آدم بيشتري بني آدم دلوقتي؟ ده كان زمان الكلام ده. لا لا، هو وبعدين نجيب ساويرس كل اللي عمله الراجل انه ادانا دار السينما بتاعته، واللي احتفلوا بعيد ميلاد السبعين اصدقائي الفنانين عمار الشريعي ومحمود حميده و عزه بلبع وفردوس عبد الحميد واحمد عبد العزيز ومحمود الجندي وقعدنا التقينا هناك وناس ما شفتهمش مثلا من 20 سنه. وتوتا توتا فرقة الحدوتة كل واحد راح لحاله. إنما بقى الضجة اللي عملوها دي أنا أولا أنا مبسوط إن دلوقتي بقت الصحافة صاحية حتى إن شاء الله تهاجم واحد زي بس يستمروا بقى. يعني ما أنا برضو الراجل اللي كتب في الحكاية دي ومتحمس وقال أنت بتاعنا وما تسيبناش، أنا لا شفته ولا كان بتاعي ولا بتاعه، الراجل ده في العمر بتاع السلطة. انا قلت له يا اخي طب انت مدام راجل قلمك كده جامد وانت كاتب كبير، طب ما تتكلم عن قانون الطوارئ اللي عمال يتمد ويتجدد ده، مش دي مش قضيه ولا ايه؟ هي دي المشكله. لا ما فيش حاجه اسمها كده. طب انت لا تباع ولا تشترى، هل بعت القضيه كما يقول اولاد البلد؟ يقول لك اصل ابو النجوم باع القضيه ولا يحد دماغه بقى. عندك حد يشتريها؟ انا فاكر عبد الناصر مره كانوا اول بعد ما عمل صفقه السلاح الروسيه الاولى، فالانجليز قالوا ده عبد الناصر باع القطن للاتحاد السوفيتي، فهو رد عليهم قال لهم تعالوا اشتروا القطن. يعني القطن عم موجود تعالوا اشتروه خدوه. فهي المساله يعني انت لم تبع نفسك لاحد من هؤلاء البليونيرات. ولن ابيع نفسي. انا قاعد قدامك اهو زي الجن وعندي ماشي في 71 سنة وعنديش أي نوع من الأمراض، لا النفسية ولا البدنية ولا الحمد لله صحة زي الحديد، وراضي عن نفسي وراضي عن وطني وراضي عن انتمائي لهذه الأمة التعيسة الغلبانة دي، بس أنا فخور بأن أنا ابن هذه الأمة. الله الله. ماذا عن الجانب الشخصي في حياتك؟ لماذا تركت زوجتك الأولى الكاتبة الكبيرة السيدة صافيناز كاظم؟ لا ما تركتهاش. هذا سؤال المشاهد الكريم. ده هي المسألة، إحنا الاثنين اتعرضنا للقمة، فهي هربت خدت بنتها وهربت بها على العراق، ونعمة ما فعلت. لأن كل شوية جروها أنا وهي في ساعة السجن ونورة تفضل برة لوحدها طفلة. وصافيناز عشان تتجوزني خدت موقف من أهلها كلهم، فمبقاش مفيش علاقه بيهم. طب نسيب البنت لمين؟ فخدت البنت وراحت العراق. هو ده اللي حصل فقط. انما انا حتى الان على علاقه جيده جدا بالاستاذه الجليله صافيناز كاظم ام منوره، الكاتبه الشريفه العظيمه التي لم تركع حتى الان، واظنها لم تركع ان شاء الله. ماذا عن السؤال الثالث للأخ عبد الله من السعودية، وهو عن قصة حياة أحمد فؤاد نجم لتكون نموذج وعبرة أمام الأجيال الجديدة التي هو واحد منها؟ والله يا أخونا العزيز، أنت لو بصيت لأي مواطن عربي هتلاقيني زيه، بس أنا من صغري حبيت أقول على الغلط غلط وعلى الصح صح، وأتحمل مسؤولية الحكاية دي، لأن أمي اللي ربتني كانت تقول لي اوعى تبلع لسانك. قل. بالظبط. فهي دي الحقيقة. ما بياخدش الروح على اللي خالقها. بالظبط. وابن يوم ما بيعيش اتنين زي ما بيقولوا. وعمنا ابن عروس يقول من عشقنا عشقناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه.
من داداك داديه واجعل عيالك عبيده، ومن عداك عاديه روحك ما هياش بايده. احنا اولاد الموروث الشعبي الجميل ده، علمونا الاسلاف ان احنا نقول لا للغلط مهما تكون النتيجه. الله. معي مشاهد كريم اخر، والاخ حسين من الاردن الشقيق، تفضل. اسمح لي بدايه ان احيي هذه المحطه الجاده والضيف الكريم الاستاذ احمد فؤاد نجم، وابدا بكلمات كتبها الاستاذ الدكتور الطاهر احمد مكي في تقديمه لديوان عيون الكلام للشاعر احمد فؤاد نجم. يقول الدكتور المكي: وعرفت ان الشاعر والمغني اريد لهما في بدايه حركتهما ان يموتا شبعا كما مات او انتحر كثيرون، ولكنهما فنانين واصيلين قاوما نزوات النفس وشهوه الثراء والرغبه في التملك، وانتصرا على سيف المعز وذهبه، وصنعا في تاريخ امتنا الفني مرحله سوف تدرس يوما تحت عنوان عصر احمد فؤاد نجم والشيخ امام. هذه الكلمات الحقيقة بمقدار ما فرحت لاستضافة الأستاذ أحمد فؤاد نجم، بمقدار ما آلمني ما قيل حول سبب فراقه عن توأمه الفني الشيخ إمام رحمه الله. لقد سمعنا من الشيخ إمام نفسه بعد عودته إلى مصر والفراق الذي تم في المغرب العربي أن ما حصل هو أن السبب الأساس كان هو رغبة الشيخ إمام في العودة إلى مصر والغناء من داخل مصر، ورغبة أحمد فؤاد نجم البقاء في المغرب، حيث أعتقد أو كما أتذكر تزوج هناك من فتاة مغربية. لذلك يعني كنت أتمنى أن تبقى الأمور عند يعني في ضمن الصورة الساطعة والصافية التي رسمناها لهذا التوأم، ولا أعتقد على مستوى الشخصي أن الذهب والثراء والفقر حتى كان سببا للانفصال أو لعودة الشيخ إمام إلى مصر. وأشكركم مرة أخرى على استضافة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. أشكرك يا عزيزي الفاضل، وصدقني المعلومة اللي أنت قلتها دي مش صحيحة، ولكن عايزك تعرف حاجة، أن الشيخ إمام أظن محمد بركات يعرف الحكاية دي، كثيرين هجموه وكان على رأسهم عبد الوهاب، قال ده لا ملحن ولا بتاع، الكلمة هي البطل. أنا بقول ده غير صحيح، الشيخ إمام كان فنان عظيم أدى لأمته ما لم يؤديه فنان آخر في مجاله، وهيجي اليوم اللي أغاني الشيخ إمام تدرس في المدارس وتتحط على خشبات المسارح، لأن ده حقه، ولأن هذه التجربة أصبحت ملك الناس، هذا الإبداع بقى في حضن الناس، وفي حضن الناس ما بيضيعش. أنا فاكر في 7 و10 يونيو وإحنا بنجري في الشوارع محدش بيقول حاجة، بنجري ما عندناش شعارات، الشعارات كلها كانت الأناشيد بتاعت صلاح جاهين ومرسي جميل عزيز والشعراء وعبد الحليم وأم كلثوم، ده سقط خلاص، سقطت المؤسسة وسقطت شعاراتها. وفوجئنا بواحد في ميدان الجيش بيقول بلادي بلادي بلادي، وفوجئت يا محمد بان عشرات الالاف من جميع الاعمار بيغنوها وكانهم حافظينها مع انها ما كانتش بتذاع. وده انا رايي ان مصر دي فلاحه على قيمه، بتشيل الغالي هنا هو في الستيان هنا الوقت ساعه الجد تروح مطلعها. انا سالت واحد جنبي قلت له: وسيد درويش بقى اعظم ولا عبد الناصر؟ فقال لي: مصر اعظم من الاثنين. ده اللي هيحصل لفن الشيخ امام، لانه فن الناس، ولانه اندفع فيه ما اتقبضش فيه فلوس، ومش هيتقبض فيه فلوس. لا انا هبيع شعري ولا امام عادي يبيع ابداعه، وده مع الناس. انا ما عنديش شرايط من شغل الشيخ امام، من شغلنا ما عنديش كتب بتاعتي، انما ما فيش بيت اخش اللي ما فيه ده، ما دام بقى في ايد الناس بقى في ايد امينه، ومحدش هيقدر يطلعه من 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 ايدين الناس، هيفضل وهيفرض نفسه وهيجي الوقت المناسب. سيد درويش ده عملوا عليه وعمر الصمت قد ايه؟ اما جت فرصه وجود عبد الناصر طلع السيد درويش زي المارد، وانكشفوا كل اللي سرقوه،
مش كده؟ مش حصل مظبوط. على ذكر 19 يونيو لعلي لن انسى قط المرتبطه بهزيمه 67، لعلي لن انسى قط ابياتك الخالده التي هجوت فيها الذات. نعم. وقلت الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا يا محلى رجعت ظبطنا من خط النار يا اهل مصر المحميه بالحرميه الفول كتير والطعميه ايه يعني في العقبه جرينا ولا في سينا وهي الهزيمه تنسينا اننا احرار ايه يعني شعب في الذله ضايع كله ده كفايه بس اما تقوله احنا الثوار اشعار تمجد وتعاين حتى الخاين وان شاء الله يخربها مداين عبد الجبار. الا ترى ان هذه قسوه شديده جدا على وطن جريح من هزيمه لم يتوقعها احد؟ ما هو انا الوطن الجريح، انت ليه بتفصلني عن الوطن؟ انا الجريح وانا المهزوم وانا اللي خجلان من نفسي، انا ما كنتش بقدر ابص في المرايه لمده، وهي مرايه مكسره يعني مش 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 يعني مرايه بلجيكي ولا حاجه. احنا ما انا بقول لك احنا طرنا في الحلم مع عبد الناصر، طرنا اجتزنا السحاب، كنا عايشين حلم، وكنا وانت كنت ما تصغرش نفسك يا بركات، انت كنت موجود. انت عارف ان احنا كنا اما كانوا يقولوا لنا ده الشاي ده كماليات نقول مش عايزين شاي، فاكر ولا ناسي؟ اما كانوا يقولوا ده مش كلونا السكر ده اللي لون الطين قولوا ماله، ما احنا بنبني الجيش هنحرر فلسطين وهنصنع نعمل الصناعه الثقيله وهنطبق العداله الاجتماعيه وهنقضي على الاميه والجهل والفقر وهنوحد الوطن، الامه العربيه هتتوحد وتستعيد امجادها وتبقى قوه فاعله في المجتمع الدولي، فاكر ده؟ حد فينا قال لا؟ انت فاكر ايام حرب اكتوبر؟ في معلومه ما حدش واخد باله منها، طول فتره حرب اكتوبر لم تحدث مخالفة تموينية واحدة ولم يحدث سرقة ولا نشل في الأوتوبيسات. النشالين دول بياكلوا من النشل بأصامه أكيد، لأن أولادنا كانوا بيعزفوا ملحمة على قناة السويس. إحنا شعب أصيل وكبير قوي وأكبر من أعدائنا وأكبر من عملاء أعدائنا المندسين في وسطينا وأكبر من الزمن نفسه. احنا شعب عظيم، أمة عظيمة، أمة الفداء. احنا نقدر نضحي وندي واحنا بنضحك مبسوطين وسعداء، انما فجأة لقينا نسينا في خمس دقايق الموضوع انتهى وقالوا ده خلاص توتة توتة فرقت الحدوتة. وعبد الناصر قال انا ماشي، ينفع؟ ما ينفعش. وما تحاسبنيش انا قلت ايه، القصيدة دي بتوجعني انا اما بقولها، ما بحبش اقولها لانها قاسية جدا. ايوه انا اتحدث عن هذه القسوه. القسوه جت من الجرح. الجرح كان الخبطه كانت جامده وكانت مزلزله وبقينا بقى نسخه في العالم. واسال اولادنا واخواننا اللي كانوا موجودين في اوروبا وامريكا ازاي كانوا ماشيين مذلولين في البلاد اللي هم فيها. ده اهانه الامه كامله. فكان طبيعي خالص ان يبقى رد الفعل كده، لان ده رد فعل. ومن المفترض ان الشاعر يصبح اكثر توهجا حتى من المواطن العادي. طبعا. وقد كنا جميعا مجروحين يا سيدي. معي الاخ عزت من ابو ظبي، تفضل. الو الو، اهلا وسهلا. الو اهلا. الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء الفل يا حبيبي. ممكن اكلم الاستاذ احمد وادنك؟ طبعا ممكن. الو. ايوه يا سيدي، نحن نسمعك، تفضل. استاذنا احمد ربنا على اشعارك، بقول لك وتعلمنا منك مبادئ الوطنيه. الله يخليك. ثوره. الله يخليك يا رب. وحب البلد. الله يخليك. ولا ننكر دورك من الناس اللي يعتبروا يعني اسدت وطنيه في مصر. الله يخليك يا رب. ولكن ارجوك. نعم. عشان خاطر شعب مصر وانا واحد منهم. ايوه. بلاش التجريح في جمال عبد الناصر، لان جمال عبد الناصر قيمه عاليه جدا وما زالت. ايوه. مهما كانت سلبياته او اخطائه. طيب هقول لك على جمال حاجه. جمال عبد الناصر. ايوه. اسمه ايه؟ يعني
يعني الـ 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 الشيء النظيف الوحيد في حياتنا، فعايزين نحافظ على الشيء النظيف ده. يا اسمه يا اخونا العزيز الاخ عزت. أيوة؟ يا عزت. ايوه معاك. انا ما اقدرش اجرح في جمال عبد الناصر ولا هجرح في نفسي. الله يخليك. امال ايه؟ من قلبي يعني، من قلب مواطن مصر. امال ايه؟ بطين مصر. هقول لك يا عزت. عزت. أيوة. اسمع، انت قريت قصيدتي زياره لضريح عبد الناصر؟ أرجو أن الله يخليك يا ريت تسمعها لنا دلوقتي. وتدفع كام؟ أنا بسجل برنامج على الفيديو كمان. وتدفع كام يا عزت؟ أسجلها لك وتدفع كام؟ عشان خاطر مصر. وهتدفع كام أنت؟ أنا أدفع روحي فدا جمال عبد الناصر. أنت كل واحد يحب جمال عبد الناصر. أنت جميل يا عزت. شوف يا سيدي. ها؟ زيارة لضريح عبد الناصر. سامع يا عزت؟ يسمع. ويسجل يا سيدي. زيارة لضريح عبد الناصر. السكة مفروشة تيجان الفل والنرجس. الله. والقبة صهوة فرس عليها الخضر بيبرجس، والمشربية عرايس بتبكي والبكا مشروع. مين ده اللي نايم وساكت والسكات مسموع؟ سيدنا الحسين ولا صلاح الدين ولا النبي ولا الإمام؟ دستور يا حراس المقام ولا الكلام بالشكل ده ممنوع؟ على العموم أنا مش ضليع في علوم الانضباط. أبويا كان مسلم صحيح وكان غبي، وكان يصلي على النبي عند الغضب والانبساط. أبويا كان فلاح تعيس، في ليلة ضلمة خلفوه، وفي خرقة سودة لفلفوه، وفي عيشة غبرة طلعوه ولصموه وطلصموه ودجنوه وجهزوه وجوزوه على عماه. فكان محير في هواه ما بين أمي وما بين الجاموسة، وكان يخاف يقتل ناموسة، وكان خجول خجول خجول، لكنه كان دايما يقول استغفر الله العظيم من باب الاحتياط. ابويا طلعتوه حمار، فكان طبيعي جبني جحش، لا اعرف نبي من اجنبي ولا مين مجاش ولا فين مرحش. موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، وكل وقت وله أدان، وكل عصر وله نبي. وإحنا نبينا كده من ضلعنا نابت، لا من سماهم وقع ولا من مرة شابت، ولا انخسف له القمر ولا النجوم غابت. أبوه صعيدي وفهم، قام طلعه ظابط، ظبط على قدنا وعلى المزاج ظابط. فجومي من جنسنا ملوش مرة ثابت، فلاح قليل الحياة إذا الكلاب عابت، ولا يتطيش للعدة مهما السهام صابت. عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت، وعاش ومات وسطنا على طبعنا ثابت. وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت، ولا يطلوه العدة مهما الأمور جابت. الله الله. الجميل يا سيدي أن أحمد فؤاد نجم الذي كتب هذه الكلمات في جمال عبد الناصر هو نفسه أحمد فؤاد نجم الذي كان يهاجم عبد الناصر في حياته، ولكنه بعد أن مات كتب فيه قصيدة لم نكتب في شخص قط. سيداتي وسادتي، عند هذه النقطة أرجو أن أتوقف للحظات على أن أعود إليكم، فكونوا معنا ولكم كل الفضل. زاد أسبوعي من رحيق منتديات ومحاضن الأدب وأندية الثقافة وقاعات الجامعات والمؤتمرات. ثمرات المنتديات
مسح شامل لفعاليات الثقافة العربية والإسلامية. ثمرات المنتديات: نقل المشاهد إلى ساحات الفكر والثقافة. ثمرات المنتديات تشاهدونه في الأوقات التالية. مرة ثانية سيداتي وسادتي مع الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم الفاجومي أبو النجوم. سيدي، لا أستطيع أن أعقب على قصيدة جمال عبد الناصر التي قلت بها في هذه اللحظات، ويبدو أنك أثرت أشجان مشاهديك وهم كثر والحمد لله. وهذا مشاهد كريم يقول: نحن نحتفظ بجميع أشعار شاعرنا أحمد فؤاد نجم، ولكن قصيدة كلب الست ضاعت مني للأسف الشديد، فهل يمكن أن يقولها لنا لكي نسجلها؟ هذا هو المشاهد الكريم محمد علي إبراهيم من بني سويف. محمد علي إبراهيم، هل تذكر هذه القصيدة المرحة الخفيفة ذات المغزى الجميل؟ أذكرها. هل تأذن في أن نسمعها منك يا سيدي؟ أنا تحت أمركم. اتفضل. تحت أمرك يا محمد يا علي يا إبراهيم يا بتاع بني سويف، وتحت أمر بني سويف كلها. ربنا يخليك. في الزمالك من سنين وفي حمى النيل القديم، قصر من عصر اليمين ملك واحدة من الحريم، صيتها أكتر من الأذان يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوذين. ست فاقت على الرجال في المقام والاحترام، صيت وشهرة وتل مال، يعني في غاية التمام. أسره يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة. بس ربك لجل حكمة أم حرمها من الأمومة، والأمومة طبع ثابت جوه حواء من زمان، تعمل إيه الست جابت فوكس رومي وله ودان؟ فوكس ده بل أملتك عنده دستة خدامين، يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا اسماعيل. واسماعيل ده يبقى واحد من الجماعة التعبانين اللي داخوا في المعاهد والمدارس من سنين، حب يعمل واد فقاكة ويمشي حبة في الزمالك والأيامة والفتاكة يرموا طبعا على المهالك. حب سمعة من أيامته حب يعمل فيها فيلا. بعد ما قلص بجامته اشترى حتة مجلة، قول مشي بيقرأ في حكاية من حكايات الغرام، واندماجه في القراية خلى مشيه مش تمام. على اليمين يحدف بعيد خطوتين وروح شمال، لمحوا فوكس من الحديد قال ده صيد سهل وحلال، هب نط في كرشه دغري جاب بجامته لحد دلها. اسماعيل بدل ما يجري قال يا رجلي رجلي مالها، بص شاف الدم سايح من عليها ومن وطيها وياللي جاي وياللي رايح، المجلة مش لاقيها. حبوا تلموا الزنايا اللي هما البوابين والهكاية والرواية، قال لهم ده كلب مين؟ كلب مين ما كلب منشي، سمع لبق حبتين. قال له واحد فيهم امشي، اللي جابك عنده مين؟ قال ده شارع يا مواشي للي راكب واللي ماشي. كلمة من ده وكلمة من ده ذاته وترسمت فضيحة، قول نهايته والقصد من ده اسماعيل أكل الطريحة. راحوا اسم الشرطة جمعا والنيابة كفيلة بيهم، وترموا في الحجز طبعا لما يجي الدور عليهم. حبة والشويش أمين قال سعيد النقشبندي، قام غريم عم اسماعيل قال له محسوبك يا فندي،
امس ثم اروح معاه الشاويش الغور بدمك راح تعصني وفوق قفاه كف ترقع ده هي فمك. تفتكر يفضل في سمعة قد ايه في الاسم نايم؟ استضافوا الحجز جمعة يا بلاش ادي العزايم. شاف بلاوي ما تتحكيش من الجماعة المسجونين قال يا عالم يا شاويش يا نيابة يا مسؤولين خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة. هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة قال له مالك يا اسماعيل؟ قال له زي البوم مالي؟ قال له عضك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي انت شوف سي فوكس يمكن خدت سمه مغصب عني. الوكيل قال برضو ممكن. والشويش قعد يغني هيص يا كلب الست هيص لك مجامك في البوليس بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس. مبسوط يا عم محمد؟ والله اشكر هذا المشاهد الكريم الذي استدعى لنا هذه القصيدة الجميلة من اشعار احمد فؤاد نجم. انت تقول يا سيدي ان اشعارك الان اصبحت في قلوب الناس ورغم انك لا تحتفظ بها الا انك لا تكاد تدخل بيت من البيوت الا وتجد اشعارك واغانيك في كل بيت. نعم. فهل صحيح ما يقال من ان الشعر العامي الشعبي المصري شعر قصير الاجل وانه مرتبط بحياه صاحبه؟ هل هو شعر يعيش؟ طب وانت يعني انت ما بتسمعش دلوقتي يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي؟ مش دي موجوده؟ مفيش حاجه اسمها يموت. يعني ايه يموت الشعب بقى كله؟ هذه لغه، هذا لسان الشعب وقلب الشعب وفكره ووجدانه. يموت ازاي؟ مفيش حاجه بتموت. تموت ازاي؟ ما هو بيرم قاعد زي العفريت اهو، وابن عروس قاعد زي العفريت، وصلاح جايين، وفؤاد حداد والعمالقه دول هيستنوا موجودين على طول. حتى لو كان مكتوبا بالعاميه؟ ده بالتحديد لما يبقى مكتوب بالعاميه يعيش اكتر. لان انا رايي ان الابداع الحضاري الحقيقي للشعب المصري هو العاميه المصريه، لانها مش لهجه ومش لغه، دي روح متجدده لا تعرف الموت. روح. انت عارف ان مفردات العامية المصرية مثلا اكتر من اللغة الانجليزية؟ اللغة العامية المصرية فيها اكتر من 600,000 مفردة. وبعدين هي قابلة للتجدد. واديني في اي لغة من اللغات ركب لي الجملة دي وخليها تديك المعنى ده. احنا اللي دهلنا الهوا دوكو. طب ازاي؟ دي لغة ما تموتش، دي روح. كان الدكتور محمد منظور رحمه الله وهو يدرس لنا في كلية الآداب يستشهد بمقولة حين يعود الزوج متأخرا فتسأله زوجته أين كنت؟ فيقول كنت في المكتب، فتقول له اطلع من دول. ايوه. فيقول إذا أردت أن تعبر عن هذا المعنى ذي الإيحاءات باللغة العربية هل تقول اخرج من هؤلاء؟ اخرج من هؤلاء. إن كلمة اطلع من دول تدل على عبقرية الشعب المصري في صياغة المعاني من خلال أقل الكلمات. صحيح صحيح الكلام. فلماذا إذا كانت لغة الشاعر أحمد فؤاد نجم بهذا الجمال والثراء لماذا لم يغني لك المطربون المصريون والمطربون العرب بما فيه الكفاية؟ لماذا لم تصبح شاعرا غنائيا في أفواه كل المطربين العرب والمصريين بالذات؟ والله أنا معاك بوجه السؤال ده للمطربين العرب والمصريين. أنا اللي بيجي لي بدي له حاجة بتنجح يبدو أنهم ما بيهونش عليهم ينجحوا فبيجوش تاني. ما أنا مش فاهم ليه. هل يخافوا منك البعض؟ يقولون أن لسانك طويل وإن مش همك حاجة وإنك هجاء عظيم، بعضهم يخافوا منك، هل هذا هو السبب؟ طيب أنت تعرفني من زمان يا محمد. أنت ما بتجي لي بيتي ما بتبقاش حاسس بالامان والترحاب والخاف مني؟ هو انا مثلا معايا مدفع؟ انا بس الغلط بقول عليه غلط وبسمي الاشياء باسمائها. يعني ما فيش واحد لص اقول له حضره اللص مثلا، ما ينفعش. انا اتي الى بيتك ولست مفتقدا للامان بل لابحث عن الامان. الله يخليك. علم الله. حول هذا الامان
خرجت من مصر في فترة من الفترات وذهبت إلى البلاد العربية، ونحن أول المؤمنين بالفكرة العربية ونرى أن الوطن العربي وطن واحد، ولكن البعض قال لماذا ترك مصر؟ إن السمك لا يترك مياهه ويخرج منها. وهل يمكن أن يبدع أحمد فؤاد نجم شعرا في غير مصر؟ وكانت أمي يرحمها الله تقول أن أحمد زي الحاج أحمد. أيوة. والبلاد التي ذهبت إليها مع حبي لها لا تختلف كثيرا عن مصر، لماذا خرجت إذن وماذا فعلت في أنا لم أخرج من مصر، أنا شايل مصر جوايا، ورحت لقيتها في سوريا، ورحت لقيتها في الجزائر، ورحت لقيتها في ليبيا، ورحت لقيتها في لبنان، ورحت لقيتها في عدن، ورحت لقيتها في المغرب. مصر احنا امه واحده. وصدقني انت لو 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 خدت بالك شويه من الموروث الشعبي لما يسمى بالاقطار العربيه هتكتشف ان احنا امه واحده. احنا عندنا هنا ابن عروس عند الاشقاء الجزائريين الشيخ عبد الرحمن المجذوب بيقول نفس الرباعيات بتاعت ابن عروس. وابن عروس ده شاعر ملوش حل، شاعر كبير قوي، لانه يا محمد شعره دخل في نسيج اللغه اليوميه للناس. انت فلاح طبعا، سمعت جال ابن عروس؟ ده جال ابن عروس دي بتحسم خلافات بين الفلاحين وبعضها. جال ابن عروس ما حد خالي من الهم، حتى الحصى في الاراضي لا له مصارين ولا دم وله من الهم فاضي، ما حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب، ما تقولش للندل يا عم والكان على السرج راكب. ده ابن عروس. هل ده فقد بريقه، فقد حلاوته؟ هل الشعر ده ممكن يموت ينقرض؟ يعني صعب، لا يمكن، لانه استقر في ضمير الناس طبعا يتغنون به. فماذا لو كتب ابو النجوم شعرا الان، ماذا يشغلك؟ ما هي القضية التي تؤرقك كشاعر؟ ماذا لو كان الشيخ إمام موجودا بيننا الآن، ماذا كنت تكتب له وماذا كنتما تقدمان معا؟ والله احنا أعوذ بالله من قولة أنا والشيخ إمام، تقريبا في مشوارنا الفني طرقنا جميع الأغراض وشاورنا على كل العيوب الموجودة اللي هي دلوقتي موجودة بس بتتضخم. هو الفرق دلوقتي عن زمان إيه؟ إن دلوقتي هم بقوا أكثر بجاحة، اللصوص بقوا أكثر بجاحة، والنهاردة الخيانة بقت وجهة نظر. أنا عاتبت على أحد الكتاب المصريين إنه قال اللي راح سافر إسرائيل، قلت هو حر يسافر إسرائيل، لما جه من إسرائيل وقال إن لما يسافرش إسرائيل يبقى متخلف، فقلت له اللي يسافر إسرائيل يبقى جاسوس. أنت اديتني يعني حقي إن أنا أقول لك كده، فرفع علي قضية واترفضت من اول جلسة، وقفنا خصمين قد زي بعض انا والجاسوس، وبعدين استأنف وقاضي الاستئناف لقن ودرس في الوطنية ودرس في الرجولة. انما دلوقتي انت اختلط الحابل بالنابل يا محمد. فهل اشعارك التي كنت تقولها في الستينات والسبعينات، هل اذا قيلت الان تحقق نفس التأثير الذي كنا نذوب فيه في هذه المرحلة؟ صل على النبي. أم أنها كانت أشعار مرحلة؟ لا، مش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة اسمها، المتنبي عايش لغاية دلوقتي بعد 1000 سنة. أمال إيه؟ وهيعيش، وابن عروس عايش، وبيرم عايش، وفؤاد حداد عايش، وصلاح جايين عايش، وأحمد فؤاد نجم عايش وهيعيش. لأن دي زي ما قلت لك أنا، دي بقت في إيدين أصحابها، الناس هم اللي يحافظوا عليها، والناس هم اللي ما يموتوهاش وما ينسوهاش ما بتنسيش. انا اوقات ببقى في ندوات واطلع اقول قصيده انسى منها جمله، الاقي اللي في الصاله يقول لي صححوا لي. مش ده دليل له دلاله ولا ملوش؟ هذه الاشعار التي تغنت بها الامه العربيه من اقصاها الى اقصاها وحفظها الشعب المصري، هل كسبت منها؟ هل الشعر مربح؟ بالنسبه لي انا مربح. ماذا كسبت من شعرك؟ كسبت حب الناس. هل كسبت فلوسا؟ والله انا لو عايز فلوس اشتغل شغلانه تانية غير الشعر، في تهريب وفي شقق مفروشه، وفي ممكن اشتغل شغل. لو عايز، انا مش عايز فلوس يا اخي، انا
اللي بيجي لي بيكفيني، وانا احتياجاتي لقمه العيش والسيجاره وما عنديش كوبايه الشاي بس. قيل ان احمد فؤاد نجم نموذج لا يباع ولا يشترى، وانا شخصيا اعلم انه قد عرض عليك ارقام فلكيه نعم، ونقود من ذات اللون الابيض والاحمر والاخضر والاصفر والبنفسج والبنفسج ايضا. هل حاول احد ان يبيعك او هل حاول احد ان يشتريك؟ المحاولات كتير وكانت بتيجي في شكل دعم. يعني احد الرؤساء العرب مره، وانا احترمه جدا واحبه، وقال لي بسلامه نيه كده ايه الدعم اللي اقدر اقدمه لك؟ قلت له انك تبعد عني، تقدم لي دعم ليه يعني؟ احد الرؤساء العرب ربنا يطول عمره، هو موجود دلوقتي. قلت له انا شكلي شحات يعني؟ انت انا دخلت عليك عامل ايدي كده؟ انا ما مش عايز دعم من حد خالص، الناس بتدعمني والناس. وهذا الرئيس نفسه عرض عليا انه يعملوا في 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 القاهره مسرح احمد فؤاد نجم وهو يصرف. قلت له لا، اذا الشعب المصري ما لموش من بعض كل واحد جنيه وعامل مسرح احمد فؤاد نجم مش عايزه. ما يعني مساله بيع وشراء دي انا مش فاهم، احنا لسه في زمن النخاسه ولا ايه؟ سيدي انا اعلم انك لست قابلا للبيع والشراء. نعم. ولهذا ظل احمد فؤاد نجم هو احمد فؤاد نجم. معي اتصالات كثيره ولو استجبت لها لما سألت سؤالا واحدا ولما تمكنت أنت من الإجابة على سؤال واحد، ولكني أعتذر لكل السادة المشاهدين وسأتلقى اتصالاتهم بقدر ما يتسع له هذا البرنامج. معي هذا الفاكس من الأستاذ محمد العسكر من الرياض. نعم. الأستاذ محمد العسكر من الرياض يشكرنا على استضافتنا للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، ويطلب أن يقول لنا أبياتا من الشعر قالها عن السجن. نعم. لك أبيات عن السجن. نعم. حيث أنه يقول أنه قضى في السجن مدة قبل فترة ويريد أن يسمع شاعرنا في هذه المعاناة التي مر هو بها. هذا هو الطلب الأول. الطلب الثاني يرجو إعادة حلقة الدكتور مصطفى محمود، حيث أن هذه الحلقة كانت من أمتع حلقات برنامج مواجهات، أشكره أجمل الشكر. وله طلب ثالث هو أنه أرسل لي فاكس قبل 3 أسابيع للدكتور فهد العراب الحارسي، ويرجو أن أكون قد أوصلت هذا الفاكس وقد أوصلته إلى صاحبه. هل لك أبيات شهيرة عن السجن يريد أن يستذكر بها تجربته هذا المواطن العربي؟ يا سيدي الفاضل، يا رب أتذكر لك قصيدة اسمها الرسالة الثانية. السجن مفيش في السجن زمن، الوقت ملوش في السجن تمن، ايام بتمر وليل بيجر نهار ويعدي، واحنا في دوامه والافكار بتجيب وتودي. العالم بره بيعمل ايه؟ الناس فاكرانا وساكتين ليه؟ الناس بيروحوا الشغل ازاي؟ الناس بيلاقوا العيش ازاي؟ الناس بيمضوا اليوم ازاي؟ الناس بيجيلهم نوم ازاي؟ الناس 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 شغلتنا الناس، والناس ويانا في كل وجود، واحنا مع الناس وعشمنا في بكره ملوهش حدود. واكتب لك ايه واحكي لك ايه؟ شفتك في الحلم الليله قمر، شفتك في الحلم الليله قمر، وانا طير مقصور بجناح مسحور، عاشق وحبيبي الليله قمر، رفرفت خلعت الباب والسور، طيران 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 عليت، طيران وحدفني الشوق عالبيت، طيران وغلبني الشوق غنيت، حته غنيوه حب قمر، يا حمام يا حمام يا ابو الف جناح، يا معدي الساعه في غمضه عين، عشاق وبلاد العشق براح والسكة أمان، طول ما احنا اتنين محبوبتي قصيدة مع المداح، وانا غاوي غناوي وانا ابن يومين، والبحر عينيها وانا الملاح، وهوايا الشط واروح له منين. يعني انا اللي افتكرتهم لك من القصيدة دي اسمها الرسالة الثانية. جميل. هذه القصيدة تحدد موقع الشاعر الذي قلت انت به من قبل، وهو انك تعرف بالضبط مع من انت وضد من أنت. نعم. وأنا أريد
من مشاهدي الكرام أن يعرفوا معك ومنك الآن. نعم. أنت مع من وضد من؟ أنا مع الناس اللي أنا ساكن في وسطهم اللي أنت شفتهم دول، الناس اللي بيلاقوا القوت الضروري بالعافية، الناس اللي بيهانوا في العمل، بيهانوا في الطرقات، وبيهانوا في وسائل المواصلات. أنا مع دول وضد اللي بيسرقوهم وضد اللي بيظلموهم ده موقفي واضح ومحدد ومستعد لتحمل تبعاته كاملة، وهذا الموقف مدفوع الثمن مقدما. أنا دفعت الثمن ده ومستعد أدفع تاني. وأنا صدقني والله العظيم أنا بحب المتنبي قوي، وتقريبا كتبت في كل الأغراض اللي كتب فيها المتنبي ما عدا المديح. أنا نفسي أكتب مديح، يا ريت حكومة عربية أو زعيم عربي يعمل حاجة حلوة وأنا أمدحه. عايز أجرب أمدح، مش مديني فرصة. هل أنت في موقف الفنان الذي يقول أنه جاء ليعترض؟ نعم، أنا أؤمن بكلمة قالها ماكسيم جوركي أديب روسيا العظيم، قال جئت إلى هذا العالم لكي أختلف معه. العالم غلط، العالم فيه أخطاء كتير. ما يحدث في الشيشان الآن والمذبحة اللي عاملينها بمؤامرة من العالم ده غلط. ما يحدث وحدث في كوسوفا غلط. ما يحدث في لبنان غلط. ما يحدث لأطفال العراق التمويتهم بدون اللبن وبدون العراق ما فيهاش سبرينة يا عرب. العراق ما فيش أجزخانة فيها سبرينة للصداع، ده غلط مش صح. وعايزني أنا أتوائم العالم ده إزاي؟ بكام؟ في مقابل إيه يعني؟ ومع هذا يقال أن الفارس قد ترجل وأنك قد تعبت من كثرة المعارضة وكثرة اتصال وكثرة قولك لكلمة لا، وأنك أصبحت الآن تهادن، أصبحت تقدم مسرحيات في مسارح الحكومة مثل مسرحية عجايب وغيرها، وأصبحت تقدم أشعارا وأغاني لمطربين ومطربات تزاع في الإذاعة والتلفزيون. هل هذه تهمة؟ وإذا كانت تهمة فما ردك عليها؟ هقول لك حاجة. أنا موقفي من الإعلام واضح وضوح الشمس، وإنت كنت أحد شهود الحكاية دي. أنا قلت لهم المساحة بتاعت الإعلام دي حقي، أنا فنان كبير، ما عندكوش فنان أكبر مني، فادوني مساحة زي أي فنان عندكو على شرط اللي ادهولكو تاخدوه، يا تقبلوه على بعضه يا ترفضوه على بعضه. هل ده متاح؟ المطربين اللي غنوا لي انا ما كتبت لهمش، هم خدوا من دواويني من القصايد من دواويني عملوها زي اهيم شوقا محمد الحلو وللي تعيش حنان ماضي واسكندراني على الحجار ويعني وانا الحقيقه لما بسمع ده ما بخجلش. أنا ما كتبتش، ما فيش غير ما بتنزعلي مستواها هابط ولا ركيكة ولا بتغيب الناس ولا بتضحك على دقونهم زي ما بيقولوا بالعكس. واللي بيخليني كمان أبقى سعيد بالحكاية دي استقبال الناس لشغلي. مسرحية عجايب ليلة ما كان هيشيلوها الدكتور علي الراعي رحمة الله عليه قال لي بعد ما اتفرج عليها، قال لي تعالى أنا مش هكلمك في النص ولا في النقد، مش هكلمك كعلي الراعي النقد المسرحي، ولا أنا هكلمك باعتباري مدير سابق لمسرح البالون. أنت أول واحد مليت مسرح البالون اللي فيه 2000 كرسي، وليلة ما انشالت عجايب كان في 2000 كرسي مليانين وكانوا جايبين 100 كرسي اكس. انا ده هذا يكفيني. فلماذا لم تكرر التجربه اذا كان الاتصال بالناس في غيبه الشيخ امام يتم عن طريق المسرح؟ كانت مريره، تجربه مريره، واهانوني واهانوا شغلي، وزي ما يكون بيقولوا ما تجيش هنا تاني. مع ان الذي تبنى التجربه مخرج كبير هو محمد فاضل، ومثلتها فنانه كبيره هي فردوس عبد الحميد. لغايه دلوقتي كل المسرحيات اللي بتتعمل في مسرح القطاع العام في مسرح الدولة بتتصور وتتعرض في التلفزيون ما عدا عجايب. يا ريتك تسألهم لي ليه؟
ماذا كان موضوع المسرحية؟ أنا الحقيقة أخذت فكرة بريخت في مسرحيته العظيمة الإنسان الطيب. وعملت عجايب دي و بطلة المسرحية اسمها عجايب. والأستاذ محمد حسين هيكل جه اتفرج عليها وقال أنتوا هنا، قال الممثلين أنا ما شفتوش. قال لهم أنتوا عاملين ثورة. قال لهم دي ثورة مش مسرح. ولكن لغاية دلوقتي خلاص اختفت. نجاح التجربة ألا يدعوك لتكرارها لكي تتصل بالناس؟ أنا على أتم استعداد، بس هو المشكلة في في المؤسسة نفسها. ما عادش يا محمد في مكان في وزارة الثقافة تخشه وأنت بتحترم نفسك. بدل ما تحترم نفسك بلاش. يقول لك من خرج من داره تقل مقداره. يعني هتعمل ايه طيب؟ لا اجد حلا. على ذكر هذا الفن المسرح والغناء، نحن جميعا نعلم انك كتبت مذكراتك او قصة حياتك في كتاب جميل جدا باسم الفاجومي. نعم. وهو من جزئين. نعم. اولا ماذا تعني كلمة الفاجومي؟ ايوه، الغامضة. وثانيا قرأنا كثيرا جدا عن أنها عن أن هذه المذكرات سوف تتحول إلى فيلم سينمائي. نعم. ما هي القصة؟ ما حكاية الفاجومي؟ ومن هو؟ ولماذا لم تظهر في فيلم حتى الآن؟ هو الفاجومي ده اصطلاح شعبي. أنا حقيقة قعدت أدور في القواميس عن أصله، لقيت الأفجم مش الفاجومي. الأفجم يقولك هو الشخص غليظ الشفتين يتدافع الرذاذ من بين شفتيه فيصيب وجه محدثه، وبتكلم كده. لكن استخدام المفردة دي في الحارة المصرية، الفاجومي ده الأحمق اللي يخش في القطر حيطة بدماغه، ما عندوش حسابات. فهم كم سمين الفاجومي في الحارة، في الحارة في حوش أدب. يقول لك نجم ده فاجومي بيلابط مع الحكومة. فأنا عجبني عجبتني لأن هذه التسمية ليست من وضعك أنت. لا من وضع الناس. الناس طبعا. ألا تراها غامضة؟ لا والله مش غامضة الفاجومي. أنا ما أعرفش هي بتديك، يعني أنا رأيي حتى إن الإيقاع بتاعها والجرس بتاعها بيديك المعنى. هل كنت صريحا جدا في هذه المذكرات؟ أيوة. هل هذا هو السبب في أنها لم تظهر حتى الآن في عمل فني؟ أيوة، هو اللي حصل إن جاء المخرج محمد أبو سيف. هو ابن الراحل العظيم صلاح أبو سيف، وقال إن هو عايز الأول. يوسف شاهين بعت لي نصر الله اللي هو يسري نصر الله. يسري فأنا قلت يسري نصر الله، قلت له يوسف شاهين هيطلع يوسف شاهين مش هيطلع الحدوت. يعني يوسف شاهين دلوقتي يوسف شاهين في افلامه الاخرانيه باسم، تقول ده يقول لك فيلم ليوسف شاهين. وكان اللي معاه الباقيين دول ما عملوش حاجه ادوات. ده مش صح. وانا ما بحبش حد يتعامل معايا كده. ما بقبلش حد اشترك ينسخ احمد فؤاد. لا ليه؟ ولا احمد فؤاد نجم ولا غيره. يعطي كل ذي حق حق. ولا تبخسوا الناس اشياء. بالظبط كده. وبعدين جالي محمد ابو سيف وخدها، وجي محسن زايد كتبها. طبعا محسن راجل ناصري حتى النخاع، وراجل كان ضابط احتياط وقاتل في اكتوبر العظيم المجيد، قاتل في معركه الانتصار الوحيده في تاريخ العرب، معركه اكتوبر اللي الناس نسياها مش عارف ليه. يعني كل اللي بيكتبوا المسلسلات ما حدش جاب سيره اللي حصل. هم الشهداء اللي ماتوا في اكتوبر دول جريج مش ولادنا دول ولا ايه؟ واللي حصل ده اقتحام المانع المائي وتدمير هذا الخط الذي المصنع خصيصا لتحمل القصف الذري، تدميره، وراحوا جابوا اليهود زي الفيران في ايديهم. هو ده مش انجاز؟ الراجل اللي اسمه عمر برادلي اللي هو كان قائد عام قوات حلف الاطلنطي في الستينات او في الخمسينات، اما اتفرج على الفيديو بتاع قال ان المصريين كانوا بيعزفوا سيمفونيه. ده راجل خبير عسكري امريكي، خبير قائد حلف الاطلنطي، يعني كبير الخبراء، يعني العمده بتاعه. قال ان المصريين كانوا بيعزفوا سيمفونيه.
ده خلاص راح. هذه السيمفونية التي يتحدث عنها الشاعر أحمد فؤاد نجمي بهذه الصورة يدهشني أنك لم تستلهمها في عمل فني كبير يتناسب مع قامة هذه الملحمة الوطنية العظمى في تاريخ مصر والعرب. حول هذا السؤال والإجابة عليه أرجو أن أتوقف للحظات على أن أعود في هذه المواجهة مع الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم، فكونوا معنا ولكم كل الفضل. ولا تكونوا علينا، كونوا معنا ولكم. ما زال الكتاب منبر الثقافة والإبداع، وما زال ساحة الحوار الفكري رغم كل التطور الذي شهدته وسائل الاتصال. قضية وكتاب، عودة بالفكر إلى منابعه الأصيلة، وإحياء للسطور المنسية في عالم إعلامي سيطرت فيه الصورة على الحرب. قضية وكتاب تشاهدونه في الأوقات التالية. تحقيق أسبوعي حول أهم قضايا الإسلام والمسلمين. الإسلام اليوم، نخبة من علماء الدين والمفكرين يناقشون أهم القضايا الإسلامية في عالمنا المعاصر. الإسلام اليوم، إطلالة جديدة على الذات وعلى العالم. الإسلام عقيدة ونظام حياة. الإسلام اليوم، تشاهدونه في الأوقات التالية. عندما يجتمع العقل والدين، عندما تلتقي الحكمة والشريعة، عندما يسطع الإسلام بألقه الفريد، يكون الموعد مع الشيخ الراحل محمد الغزالي رحمه الله. جدد حياتك مع حديث الشيخ الغزالي الذي يذكر بالأصول الإسلامية لفن التعامل مع الناس قبل أن يكتشفها الفكر المعاصر بخمسة عشر قرنا. جدد حياتك، تشاهدونه في الأوقات التالية. مرة ثانية سيداتي وسادتي، مع شاعر مصر الكبير الأستاذ أحمد فؤاد نجم الفاجومي أو أبو النجوم. كنا سيدي قد توقفنا عند السؤال البسيط الذي يتساءل لماذا، وبالمناسبة هذا السؤال ليس معلقا فوق رأس شاعرنا الكبير فقط، ولكنه معلق فوق رؤوس جميع المبدعين في مصر، وهو لماذا لم يكتبوا فنا وأدبا وإبداعا يرقى إلى مستوى أكتوبر العظيم؟ لماذا كان الحدث أكبر من الإبداع الذي ظهر عنه؟ لأن أولادنا فعلا كانوا أكبر من العالم كله، مش مننا احنا بس. حاجة ما وبعدين أنا محتاج الحقيقة وثائق، ومحتاج معلومات. أنا مستعد أعمل العمل ده، أعمله مسرح، لأن ده الأمريكان عمرهم ما حاربوا، ومع ذلك يطلعوا لك افلام عن حربهم. يبقوا عاملين مثلا خناقه في غابه من غابات فيتنام، يعملوا على 50 60 فيلم، لان السينما الامريكيه هي السينما بشكل عام هي شرف الامه. السينما المصريه مش سهله ومش هينه، صناعه عريقه بقى لها 100 سنه عليها مؤامره بيقتلوها دلوقتي. ليه ما اتعملش ده؟ أنا فاكر لما الرئيس السادات الله يرحمه قال لحسن الإمام، قال له أنا عايز فيلم زي أطول يوم في التاريخ. طبعا هو حق قواتنا المسلحة علينا، حق أولادنا، إن إحنا نعمل أكتر وأكتر وأكتر، إنما المسألة ما تبقى مش مدروسة. فحسن الإمام قال له يا رئيس أنا عايز ورق. قال له ورق إيه؟ يا زكي بيه، زكي سليمات. قال له اعمل لي استرف. عمل الاستراد اللي هو بتاع الصوت والضوء ده، كان اسمه موال من مصر. والراجل في حدود حرفيته وفي حدود المامه بالمسرح عمل شويه خيل وفراعنه وبتاع وحاجات زي كده، والنقاد هجموه، وحجاز الرسام سماها
اموال من مصر، مش موال من مصر، ده كلف 1,000,000 جنيه. وفاكر لما جابوا زكي طليمات في قاعة النيل علشان يناقشوه وضيقوا عليه بقى الحكاية دي، وفوجئنا بهذا الرجل ينتفض ويقف كأنه طول الهرم وقال: فليذهب هذا العمل إلى الجحيم، ولكنني زكي طليمات مؤسس المعهد العالي، وما كملش للفنون المسرحية، وضج انفجرت القاعة بالتصفيق الطويل لمدة 5 دقايق بنسقف. هذه أمة عظيمة، أمة مبدعينها كتير قوي، أكثر من يكفوا الدنيا كلها. إنما ليه أكتوبر ما تعملش عنه حاجة؟ ما نقولش قده، مفيش حاجة قده يعني، حتى في حدود إمكانياتنا، لأن دي شهادة. في النهاردة أولاد عندهم 20 سنة ما يعرفوش أكتوبر، 20 سنة يعني 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 تولد سنة 80، جيل كامل 20 سنة ما يعرفش يعني إيه حرب أكتوبر، ما يعرفش إيه اللي عملوه أولادنا، ما يعرفش المتسلطين المتخطرسين دول، اليهود دول كانوا بيعيطوا، كانت جولدا مائير بطولتهم بتقول إسرائيل انتهت، وعمليات الإنزال الإمداد الأمريكي اللي نزلت في سيناء، لو كانت ولاية أمريكية بتتهاجم ما كانوش عملوا فيها كده. ومع هذا أثبت الفلاح المصري إنه مسالم، وإنه بيحب الزرع، لكن بيجي ناحية الزرع برزالة يقطع رقبته. مظبوط والله، والله ما أجمل أن نقطع رقبة هؤلاء. مع يا سيدي أكثر من فاكس، ومع اتصال من الأخت فاطمة من ليبيا، تفضلي يا سيدتي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ألو تفضلي. يبدو أن الاتصال الهاتفي مع الأخت فاطمة من ليبيا لم يتم. معي الأستاذ صلاح رشوان من بريطانيا، يسأل: لماذا لم يتبنى الشاعر أحمد فؤاد نجم فكرة عمل قومي يعيد الاعتبار لفن الشيخ إمام، مثل تكوين جمعية أصدقاء الشيخ إمام، مثل ما حدث مع سيد درويش؟ هل يمكن أن يتم هذا؟ وهذا هو الفاكس من الأستاذ صلاح رشوان من بريطانيا. يا أبو صلاح، وانت يبدو انك واخد فيا ألم. انا اقدر اعمل كده؟ انا مستعد لو 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 شباب حلوين زيك كده ايه يعملوا الحكايه دي، انا ابقى تحت امرهم. انا طب نفترض ان انا اعلنت عن جمعيه لاصدقاء الشيخ امام، استضيفهم اقعدهم على السطح؟ ما انا ما اقدرش اعمل ده، انما انا مستعد اللي تطلبوه مني اعمله. وعشان كده انا بقول لمحمد بركات وبقول للناس كلها ان فن الشيخ امام لن يموت، لانه اصبح في حضن الناس. يلا شوف لنا الفكره دي، ودي احنا بنطرح الفكره على الناس، يا ريت حد. انا ما عنديش شرايط للشيخ امام، في ناس كتير عندهم تسجيلات جيده جدا، يا ريت حتى نعمل منها نسخه وتبقى موجوده في مقر الجمعيه دي، والناس تروح تسمعها، ولا نبيع ولا نشتري. هذا فاكس اخر من الدكتور خليل فاضل من انجلترا. الدكتور خليل فاضل بيقول: عزيزنا وحبيبنا احمد فؤاد نجم، اعتقد انك ما زلت تذكرني، اود ان اسال: ما هو رايك في ظاهره انهيار وانتهاء المثقف او اخصائه لذاته؟ وما هي ملابسات نشرك لكتاب انا بقى، انا وعادل حموده بقى؟ ولماذا تورطت في هذه المساله مع الصحفي المعني؟ هل من الممكن ان نسمع بهيه؟ لعله يعني قصيدة مصر يا بهية. هذا هو الفن. خليل، معقول يا خليل أنا أنساك يا خليل؟ خليل فاضل ده كان واحد من الكوادر البارزة في الحركة في الانتفاضة الطلبة المصريين المظلومة، اللي عليها مؤامرة صمت دلوقتي، واللي شارك في ضربها مع الأسف الشديد بعض أبنائها. إنما خليل ده من الحاجات الجميلة في حياتنا. طبعا فاكرك يا حبيبي، وأنساك إزاي يعني؟
الانهيار وانتهاء المثقف يا اخو يمكن ده تبع العولمه يا خليل، ما اعرفش يعني ايه. لا العولمه دي ما اعرفهاش يعني ايه. وقعدين حكايه الكتاب بتاع انا بقى وعاد الحمود، انا الحقيقه ما كنتش عايز اعمل كده، انما زي ما انا قلت دلوقتي ان يعني الولاد بتوع الاوبرا المغنيين الصغيرين اللي حافظين اغاني الشيخ امام قالوا للدكتور مصطفى ناجي مدير الاوبرا يا ريت نقدم مجموعة أعمال على مسرح الأوبرا للشيخ إمام بمناسبة حتى بلوغ نجم السبعين وتبقى يعني. فقال لهم هاتوا لي موافقة الأمن، وأنا الحقيقة مندهش لغاية دلوقتي يعني موافقة الأمن. وبعدين سمع الحكاية دي نجيب ساويرس فقال لا أنا أروح، وراح معايا فعلا للدكتور مصطفى ناجي وقال له أنا مستعد أمول الحكاية دي، يعني ادفع ايجار المسرح ومش هي مش احتفاليه ولا حاجه، ده كل اصحابه هيجوا ويغنوا ويقولوا له كل سنه وانت طيب. هي دي الحدوته. فالاستاذ عادل حموده كان بينه وبين نجيب ساويرس مشاكل، فانتهز فرصه وراح كتب مقاله بعنوان الجياد لا تباع في السوبر ماركت، وزعم كاذبا ان انا مش عارف كلت سمون بفوار ولا مش عارف سمون في مين؟ ما اعرفش بقى وفواجرا وفواجرا وحاجات كده، وان انا دخلت لابس الجلابيه البارتي وحاجه يعني كانت عيب. بعدين بعض الناس الاصدقاء قالوا لي اوعى ترد على عادل لان عادل بيحبك وبتاع، قلت له والله انا مش هرد خلاص، اذا كان ده يا وسيله ضغط على نجيب ساويرس، انا لما ما تحصل صدام بين عادل حموده واي نجيب ساويرس اي راجل اعمال انا مع عادل حموده طبعا. ولكنه استمر في الحكاية ونقل الموضوع للأهرام العربي وجاب شوية مخبرين من على القهوة نزلوا فيها شتيمة في الأهرام، في إيه يا عادل؟ فأنا جيت بعت رد للأهرام العربي فرفضوا ينشروه. والمسائل بقى هو طب عادل بيكتب في جورنان بيوزع مليون نسخة، أنا من حقي ارد عليه في جول في نفس الجورنال، رفضوا ده. فعملت الكتاب ده، هي دي ومفيش تورط ولا حاجه من الحكايه دي. وعايز تسمع مصر ياما يابا، هي انا من عينيا ليك. يسبق كلامنا يسبق كلامنا سلامنا يطوف على السامعين معنا، عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى، عن أرض صمرة وقمرة وضفة ونهر ومراكب ورفاق مسيرة عسيرة وصورة حشد ومواكب في عيون صبية بهية عليها الكلمة والمعنى. الله مصر يما يا بهية يما طرحة وجلبية، الزمن شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية، جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي، تتحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا بهية. الليل جزاير جزاير يمد البحر يفنيها، والفجر شعلة حتعلى وعمر الموج ما يطويها، والشط باين مداين عليها الشمس طوافة، ايدك في ايدنا ساعدنا دي مهما الموجة تتعافى، بالعزم ساعة يا جماعة وبالإصرار نخطيها. مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي، فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يواتي، اللي على الدفة صنيعي واللي على المجداف زناتي، واللي فوق الصار كاشف كل ماضي وكل آتي، عقدتين والتالتة تبتة تركبي الموجة العافية، توصلي بر السلامة معجبانية وصبية يا بهية. ويعود كلامنا بسلامنا يطوف على الصحبة حلواني، عصفور محني يغني على الأفراح، ومن تاني يرمي الغناوي تقاوي، تبوس الأرض تتحنى تفرح وتطرح وتسرح، وترجع تاني تتغنى اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. حلواني
هذه هي معشوقة أبو النجوم العظيم طبعاً مصر العظيمة. والله لا أستطيع أن أقول كلمة بعد هذا الكلام الجميل، ولكني أستقبل واحد من مشاهديك الكرام، هو الأخ أبو بنان من سويسرا. أهلاً، تفضل مصر. تفضل. السلام عليكم يا أستاذ بركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحييك والأستاذ أحمد فؤاد. الله يخليك يا رب. الحقيقة أستاذ بركات، أنا أريد أن أقول لك شيء في هذه الليلة. في كل مداخلاتي كلها معك والتي تعرف أنها متواصلة، لم أجد نفسي في يوم ما أنتقي عبارات أو أعجز عن انتقاء العبارات المناسبة، لكن في هذه الليلة يحدث، لأن العبرة من لقائك بهذا الشخص الذي أمامك كبيرة وواسعة وتطال مجالات عديدة في حياتنا وفي حياة هذه الأمة، حتى لا يفهم الإنسان من أين يبدأ ومن أين ينتهي. ولكن على كل، سنحاول إرضاء لجماهير شعبنا أمتنا العربية والتي هي تهمنا بأكثر من غيرها، أن أخذ بعض المعاني من لقائكم مع الأستاذ أحمد فؤاد نجم. المعنى الأول، أنه هذا الشخص الذي أمامكم هو نموذج من عدة نواحي. الناحية الأولى مثلا، على سبيل المثال، قد أختلف مع شخص فكريا وسياسيا وفي جميع المجالات، لكن من النادر جدا أن تجد في حياتنا اليوم شخص تختلف معه لكنك تحبه، رغم ولا أقصد أن يختلف يعني مع الأستاذ إمام بالضبط، ولكن أقول أن في هذا النموذج تجد شخصا قد تختلف معه ولكنك تأنس له وتحبه، لأنه رجل لا يبيع ولا يشتري، ومواقف واضحة ثابتة لا تتدحرج مع الأيام، وهي تبقى لصالح هذه الأمة ومحبة لوطنها أكثر مما يتصوره بعض الناس الذين يدعون الحب للوطن. وكم سرني كثيرا أن أتحت الفرصة للأستاذ نجم في هذه اللحظة الأخيرة أن ذكر هذه القصيدة بالذات، واستوحيت منها عدة معاني. أنه في وطننا العربي والإسلامي تقريبا على عمومه مع بعض الاستثناءات، أن هناك بعض الناس استحوذت على هذه الأوطان وأفهمت الناس والشعوب بصفة عامة أنها هي الوطن. نعم. فأصبح الذي يتكلم في جهاز ما أو في مؤسسة ما أو في شخص ما يتهم في وطنيته ويتهم في حبه لأمته، رغم أنه أحب الناس ويعظ بالنواذج على أمته ويحبها حبا لا مزيد له، إلى درجة أنه يضحي من أجلها كما ضحى الشخص الذي أمامكم. المسألة الأخرى أخي الكريم، أنه ذكر في بعض المداخلات التي ذكرت عندكم وفي بعض الكتابات التي رأيتها وفي كثير من الوسائل الإعلام، قضية أن الناس تباع وتشترى. ومن أمثال الشخص الذي أمامكم الأستاذ أحمد فؤاد أنه باع نفسه وكذا. الحقيقة أن هناك مفارقة غريبة، أنه لا يوجد على الساحة إلا الذي يبيع نفسه، أما الذي لا يبيع لا يمكن له أن يتواجد على الساحة، وأنت تعرف هذا كما هو حال الأستاذ أحمد فؤاد نجم وغيره كثيرون في هذا العالم. نعم. المسألة الثانية التي نهنئك عليها ونرجو أن تداوم فيها، أنه لأول مرة، رغم احترامنا لذيوفك الذين أتيت بهم في السابق، لأول مرة تأتي بشخص يعتقد الشعب العربي، وأنا جازم في هذا، أنه منه أولا وأنه يعبر عنه ثانيا وأنه ذلك الطموح الذي يرجوه. وهذه معضلة كبيرة. أنت تسأل الأستاذ نجم على سبيل المثال، ماذا حققت في حياتك؟ ماذا كسبت؟ الكسب يا أستاذ بركات، وأنت يعني رجل ذو خبرة، ليس كل الكسب كسب. وحتى المولى سبحانه وتعالى عندما عبر على أصحاب النار في سبيل التهكم، عبر عنهم أنهم كسبوا السيئات. نعم. وهذا يعني مثال جيد. فالكسب ليس دائما المنصب الذي ممكن أن تظهر فيه، أو الكسب ليس أن تستحوذ حتى على وطن بكامله وتسوقه في يوم ما أو كثير من هذا. الكسب الحقيقي أن تكسب مقامة عند الشعب
لأن هذا الشعب دائما موجود والباقي كله يزول. نعم. ويوم يتمسك هذه الشعوب بشيء ما فلا بد أن تعبر عنه. المسألة الرابعة وأرجو أن يتسع صدرك، أعرف أن صدرك واسع ولكني أكثرت في هذه الليلة للمقام الجليل لاستخلاص بعض العبر. المسألة الأخيرة التي أريد أن أقولها هو أننا نحن في الشعوب العربية الإسلامية مهما أهنا مهما سكتنا لأجل أوضاعنا في الوطن العربي والإسلامي، لكن سيأتي يوم أن هذه الشعوب ستقول كلمتها. نعم. وستأخذ حقها، وبنصرة هؤلاء الناس الذين يتصور الناس أنهم لا قيمة لهم اليوم وهم ممتدون على كامل الوطن العربي والإسلامي. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا شكرا. أشكر أخي الكريم الأستاذ أبو بنان من سويسرا. هذا رجل يمدحك بما لا أستطيع أنا شخصيا أن أمدحك به. شفت ما أنا كسبت إيه من الشهر؟ شفت كسبت؟ أنا مراهن صح، أنا مراهن على الباقي، على الناس. الناس هم اللي باقيين. ألا ده مش الأشخاص بس اللي بيزولوا، ده في أمبراطوريات بتقع. ألا مش كان في بعض الناس الشرفاء كانوا مراهنين على الاتحاد السوفيتي، أمبراطورية بحالها وقعت. إنما فضل الشعب المصري هيفضل موجود، وهو ده اللي تستخبى فيه، وده اللي تلبد في حضنه، وده اللي لو قال اي توجعك انت. الله، مش انت، انا ما بعملش دعايه، انت جايبني منين وانا هرجع دلوقتي على فين؟ انا في وسط الناس، انا درهاني. والله يقولوا عليا مجنون، قولوا عليا زي ما انتوا عايزين، انا مراهن على الناس على الباقي، انا ابعد نظر. وهات لي بقى، انا مش عايز اجرح في حد، هات لي الشاعر من شعراء المؤسسة أصغر مني بعشر سنين صحته زي صحتي. ما ينفعش. هذا فضل من الله والله. الحمد لله، أنا بقول دماغي بس وجعاني ألاقي حوالي 30 دكتور ومنزعجين، إنما أي واحد بيقبض وبيقبج هو عند الدكتور حتة شغل بيشوفه عشان يشوف غيره. مفيش الحميمية، مفيش الحب. أنا اللي يدوق حب الناس ما يسلهوش. ده إدمان، صدقني ده إدمان، وأنا سعيد بالإدمان ده وأرجو ألا أشفى منه أبدا. هذا واحد من هؤلاء الناس الذين توجوك شاعرا لهم. هذا صديقي محمد العسكر من الرياض يشكرك أجمل الشكر على القصيدة التي قلتها. وهذا مشاهد كريم آخر هو الأستاذ محمود إبراهيم، يرجوك رجاء حارا أن تقول له قصيدة البتاع على أن تلقيها أنت شخصيا بطريقتك المحببة، وهذا هو الفاكس. نعم حاضر. يلي فتحت البتاع، على فكرة البتاع دي استخبيت وأنا بكتبها في عبقرية العامية المصرية. إيه كلمة البتاع ده؟ ملهاش أي البتاع معنى. ده إيه البتاع؟ ولها كل المعاني. خد البتاع ده وقال البتاع ده ايه، ولما حتى تحب تهين واحد بني ادم عاقل تقول البتاع ده. يلي دي مفردة عبقرية. يلي فتحت البتاع فتحك على مقفول، لان اصل البتاع واصل على موصول. فأي شيء في البتاع الناس تشوف على طول والناس تموت في البتاع، فيبقى مين مسؤول؟ وازاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بان هذا البتاع جاب الخراب بالطول، لان حتة بتاع جاهل غبي مخبول امر بفتح البتاع لانه كان مسطول، وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول، نكش عشوش البتاع وهد كل أصول، وفات في غيط البتاع أم سمم المحصول، وخلى لون البتاع أصفر حزين مهزول، وساد أنون البتاع ولا علة ولا معلول، فالقاضي تبع البتاع فالحق على المقتول، والجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول، والخوف سرح في البتاع
خلى الديابة تصول، يبقى البتاع في البتاع والناس صايبها ذهول، ونحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول، وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول، وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول. ادي اللي جابوا البتاع، جاب الخراب مشمول، لان حتة بتاع مخلب لراس الغول، باع البتاع بالبتاع وعشان يعيش على طول عين حرس بالبتاع وبرضه مات مقتول. والله لا يمكن، لا يمكن ان يكون هناك شعر اصفى ولا اعذب ولا ابسط ولا اجمل من هذا الشعر الذي يطالب به مشاهدوك الكرام، ولست اجد سيدات سادتي اجمل من هذه الكلمات لاختم بها هذه الحلقه، ولكني قبل ان اودعكم اريد ان اقول كلمه. والان احباب قلبي، هذا هو شاعر مصر العظيم احمد فؤاد نجم الفاجومي، أبو النجوم، المسجون طول الوقت، المبدع حتى آخر الدنيا. إنه شجرة خضراء ترفرف على سماء مصر الحبيبة. كنت أذهب إليه في الستينات الذهبية إلى غرفته البسيطة في حارة حوش قدم المتفرعة من شارع الغورية في قاهرة المعز في مصر المحروسة. وبعد 40 سنة ها أنا ذا أذهب إليه في مكان لا يختلف كثيرا في مساكن الزلزال بمنطقة أطلس العشوائية فوق هضبة المقطم، ولكنه وأيا كان موقعه هو أحمد فؤاد نجم الذي يسع شعره العالم كله، وهو ذا يصف عالمه فيقول: حرطنا مجاري وناموس، مراية وفانوس، حجارة وكراسي، شباب عالنواصي، دقون عالكروش، عرق عالقروش، شقوق في البيوت، بيوت في الشقوق، مساء تموت صباحا تفوق، قديمة وغبية، لبيبة وحبية، لبيبة وصبية. فهل هناك ما هو أجمل من هذا الشعر وما هو أجمل من صاحبه؟ سيداتي سادتي، أشكركم أجمل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محلات وجه بحري، ألو يا تخفيضات على خط ألو من موبينيل في كل المحافظات.